باش ما تقعش العمليه، باش ما تقعش العمليه. لان علاش؟ لان هنا يتسلف 200، 100 تمشي للانتاج، وال100 الاخرى تمشي في سكون ابيل لي انفستيسمون فينونسي سبيكولاتيف، يدخل في حاجه سبيكولاسيون. عند هنا ال100 اللي خلاها مشات للانتاج لي انفستيسمون ريال، وال100 الاخرى مثلا مشات مثلا للبورصه باش يشري ويبيع اسهم، باش يشري ويبيع سندات للبورصه، معناتها باش تصير لها سبيكولاسيون. وقت نخرج من السيركوي نجم في الحاله هذيك نجم نسميه الانفلاسيون. Thank you.
هاي تعرف بيزيد فهمتوني؟ يعني معناتها هذه زيادة في الإنفاق الحكومي يؤدي إلى زيادة في الإنتاج، وزيادة في الأداءات تؤدي إلى نقص في الإنتاج. إذا كان تعمل الاثنين تاعها من هنا تلقى أنه مش يؤدي إلى زيادة، مش تكون بطريقة هذيك. هذه الزيادة الأولى النتيجة على الزيادة الإنفاق الحكومي، هذه الزيادة الثانية زيادة كاملة هي مش تكون أم و سي أم على هذا الكل. يعني ما دام السوس معروف دونك وهذه معناتها بوزيتيف، هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف، هذه ايجابي وهذه سلبي، وهذا الكل مش يكون ايجابي. يعني بتبيع لي انا تبيع لي بس اقل من الان. وهنا ظهر العمليه ان الزياده في الانفاق الحكومي هذه مش تؤدي مباشره الى زياده في المصاريف بتاع الدوله، وهذا مش يستفيد منه الاقتصاد مباشره. الزياده في الاداءات صحيح مش نقص في الاستهلاك، لكن مش نقص مش 100% في الاستهلاك، مش نقص بنسبة السي ان في الاستهلاك. وبالتالي هنا ام واسي ام مش تولي بوزيتيف، هذه تجي كلمه معناتها الدوله تنجم تمول مصاريف عن طريق زياده في الاداءات، وبالرغم ذلك راهو يؤدي يؤدي سياسه يؤدي مفعوله في الاقتصاد. هذا معناتها الديفان تجي كلمه معناتها ما تكونش سياسه مش سياسة محايدة. هذا اللي يقول هذا معناتها زاد في الانفاق الحكومي زاد في الاداءات. مش تكون محايدة ما ماهيش متأثر تقصد، لا تأثر. أظهر بروف تأثر. ها موانسي هاي بوزيتيف تأثر. خذ تأثر. هذه هذايا كما هنا بالنسبة هذايا وبعد مش نمشي هنا نمشي للسياسة الأخرى نمشي لل هذه اللي اجتهدت فيها أنا بوجهة نظري. حبيت هذا في الاقتصاد التقليدي الأداءات تلعب دور تاع التوازن ستابيليزاتور نكون ستابيليزاتور. هذوما كلهم هما باش تفهموني أنا في المؤسسة السياسية المحكمة لازم يحاول شوية يجتهد باش يلقاش خصوصية مع الاقتصاد الإسلامي. قد خرجوا بالنسبة للاقتصاد التقليدي أما كان بين ذلك مرة اللي فاتت هذايا كاين عندهم فوزافي سي كورسور، والكورسور هذايا ولا نجم نهز هنا كما نجم نهز في الاتجاه هذايا. هنا عندي التوازن هنا في البوزيسيون، انا نجم نهز الكورسور فوالا في السيتياسيون هاكا ولا السيتياسيون هذيا. هذايا نسميه اداه، اداه من ادوات السياسه، اداه من ادوات السياسه الماليه. الاداه هذه سواء هنا نعمل جيرولونس ليكونومي تنميه الاقتصاد، وهنا نحاول النقص. هنا اذا كان عندي هنا فوالا جاكسيلير اكسيليراتور جابوي، وهنا جو فير. لكن بور فوزاكسيليري في الليل لازم عندك موايز، عندك اكسيليراتور. هذه نسميها يعني كورسور ولا انسترومون. كومون تي با اكسيليري ما عندكش اكسيليراتور. هنا اذا كان عندي سوزون بلوا، هنا سوزون بلوا معناتها يلزمني عندي بطل، عندي ضعف في النمو. هنا في الاكسيليري نحاول اكسيليري اعطي شويه معناتها بلوس مثلا بلوس دو كاربيرون للموتور باش يولي اكسيليري. ولا اذا كان في سور شوف دي ليكونومي هنا سون بلوا العكس سور شوف سور شوف. هنا فما العكس من سوزون بلوا، هنا فما انفلاسيون في البلاد. هنا يفوق دي فلات معناتها هنا كاين عندك حاجه تنجم تي رولونس دي سبير تنجم دات. هنا تو كان نشوف الخليه قالها لك مليت سوزون بلوا تو نشوفوا بعد في سور شوف دي ليكونومي في كل الحالات لازم عندي هاد الكورسور. هذه في السياسه في التقليدي موجودين الكورسور الادوات. شنو هي السياسه؟ السياسه هي معناتها فن تنجم تقول استعمال فن الار استعمال ادوات لتحقيق غايات. هذه هي لا بوليتيك. معناتها لا بوليتيك سي جو لعبه، لازم تعرف كيف تستعمل ادوات لتحقيق اهداف معينه. كيف هنا في السياسه التقليديه موجودين الاداءات، مثلا كيما لي ديبونس بوبليك نوع من الاداءات، نوع من الادوات في السياسه التقليديه، لي زامبو نوع من الاداءات،
اذا كان انا نحب نزيد في التشغيل، نزيد في المصاريف العموميه، ننقص في الادائات، نزيد في الدخل، نزيد في الاستهلاك، وبالتالي نزيد في الانتاج، نزيد في التشغيل. واذا كان الايكونومي انفلاسيون، معناتها الطلب زاد بشكل كبير ياسر والعرض ما يجيبش جو، وبالتالي مش خاطر يصير شوك في الايكونومي، معناتها انفلاسيون، خاطر الطلب ما ينجمش والعرض ماشي بيزيد اكثر. دونك سكولا كيسكي فو فريني لا دوموند، نقص الدوموند. دونك فو فريني لا دوموند باش ينجم يتبع العرض باش ما يقعش انفلاسيون. دونك هنا عشان كلمه اكسيليري وهنا كلمه فريني. فو فريني لا دوموند، معناتها الانفاق الحكومي لازم ننقص فيه. نقص الانفاق الحكومي، زيد في الاداءات. هذا الوقت في الاداءات نقص في الريفوني ونقص في الكونسوماسيون. دونك نقص في لا دوموند دو بيان دو كونسوماسيون بور رالونتير. هذا كله هذوما هذه الجي وهذه التي. دونك مانيش نحكي على سياسه ما عندك ما عندكش في اقتصاد اسلامي شنو الادوات اللي عندك؟ هذا باش تحاول كيفاش نحاول شوي معاك من اول عام كيفاش نخرج ادوات في الاقتصاد الاسلامي. اللي ينجم في الاقتصاد الاسلامي مش بالضروره هو انه يكون يختلف تماما في الادوات على الاقتصاد التقليدي مش بالضروره. هنا ينجم الاقتصاد الاسلامي يقول لك ما نستعمل في الجي كونسيوني الانفاق الحكومي نستعمل في الميزانو دخلت اله جديده اللي هي زاد الزكاه. ومادام الزكاه مش تلعب على الزاد لان هي فيكس. نعرف على الفا. الفا اللي هي المفروض نحكم هي زد او. زد او اللي هي الفا زد. مش نشوفها طويله يقول لي طول. اي هنا هنا نشوفها بعد. هنا نعرف على زد او. معناتها اكل بارتي نتاع الزكاه اللي هي ديبونسي. نورمالمون اذا كان باش نعمل هنا سون بلوا ناقص نزيد في الزد او. داكود وبين ذلك معناها 72 نزيد في الزد او. واذا كان باش نحب نقص انفلاسيون نقص في الزد او. داكود هذه هي الكرسور معناتها هنا عندي زاد ل 100 زكاة داكود هذه الزاد انا تويكا باش نحاول نوزع منها البارتي هذه زاد او اذا كان الاقتصاد يستحق ياسر نحل في الروبيني هاف الماكسيمال غتمشي لقطاري زاد كلها تخرج زاد او زون بلوك جو في رولونسي غندون بليس دو كاربيرون للموتور غيمشي واذا كان تحس انه في مسير شوف في الايكونومي سكر سير من الروبيني شوي بشوي باش نقص هنا في نقص دونك هنا نوع من السياسه هذه راهي اتونسيون بشرط بيان مو كومبروندر بشرط لازم يكون عندك سوفيزامون دو كاربيرون اذا كان ما عندكش دو كاربيرون زيد شو تعمل معناتها هذا لازم يكون عندك اكسيدون انا ملاحظه قبل المره اللي فاتت هذا لازم يكون عنده ديجا موجود فيه الجعل جي ديجا موجود بس هنا ما حد شيء ما كسبت في هذا ما حد شيء اذا كان هذا بيعته وانه ما فيهوش معناتها خرج الكل مش سهل الكلام هذا سيبوز وانه عندي انكسيدون في الصول موجود ونجم نستعمله انا في الصندوق هذاك باش نعمل انجكسيون ونعمل نقص هذا تو نشوف طريقه اخرى طريقه احسن بينها بارتي 2 كيفاش الرول يسموه ستابيليزاتور دو زيكي ستابيليزاتور معش كيفاش ستابيليزاتور نستعمله بور رولونسي ولا بور فريني دابا ستابيليزاتور هنا ولا هنا بور ستابيليزي كان ثم سوزون بلوا تو يجي هنا بور ستابيليزي وكان ثم سور شوف يرجع لهنا وهذا كله يلزمو شكون يلزمو جوار يلزم عندي كونديكتور كان ما عنديش كونديكتور شكون في الستيكي كيف غادي يسير يكسي فيها في الفريني علاش قلت لكم يلزم الدوله معناتها كل اللي يخص الزكاة الدولة هي هنا الدولة نعتبره هنا كلاعب شولة أجر هو المسؤول على هذا الكل الدولة هي بعد ما تاخذ الزكاة وبعد تعمل فقط المصارف بتاع الزكاة هي مش تعمل الدولة عن طريق إدارة اسمها هنا إدارة صندوق الزكاة صندوق الزكاة لازم يكون دولة هي الزكاة تو نشوفوا طريقه اخرى دوزيام بارتي لو رول سافي فوتو دو زيكيت الدور التوازن للزكاه تاعي عطاوي كما نفسرها لك تاعي اخرى اون سيبوز مانتنون الزكاه يمثل نسبه معينه من الزيت من الزيت هذا كله عم بيقول لكم زيت زيت او اي تيكال الفا زيت هذه الالفا معناتها هذا يمثل نسبه معينه من الزيت هاي هنا كيف شنو الفا الفا فيزيكمون هي هي هاي الفا هاي الفا نجم الزيت كان زيت الفا هذا يكون مش يقول لي وسع وكان نقص الفا مش نقص هاي الفا معناتها فوزا به هنا
الفا زيرو. عندك الفا كومبري اونتر زيرو و 1، ما بين 0 في 100 و 100 و 100 في 100. السؤال ريكري زد اون فونكسيون دو ايغريك، زد اون فونكسيون دو زد ايغال ا كوا زد؟ زد ايغال ا زد ايغال ا انت مين؟ زد فو ايغال ا الفا معاون زد بالقانون الفازي. فوا زد فوا زد فوا زد فوا زد فوا زد فوا زد زد فوا 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 Question 2. Déterminer la fonction de consommation globale en fonction du Y. C'est 1 plus C2. C. Fonction de consommation. C1 plus C2. C'est Z. Plus CZ. C'est Z. 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 Plus C0, 1, plus CZ, ZE, plus C0, Z. On remplace ces deux temps. C1, YD, le valeur de Y, nous avons T, nous avons Z. Plus C0, 1, plus CZ, ZE, ZE, alpha fois Z fois Y. Alpha fois Z, on dit que nous. Déterminer, mais c'est ce que c'est, c'est ce تكون اون فونكسيون دو اي غري. انا عاوز زد دوبل فالور تاعي شنو؟ الفا الفا زد اي غري بلس سي زيرو زد هذايا فين نحب نوصل؟ نحب نشوف هل 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 الكورسور هذايا جديد كيفاش نجم الدوله كيفاش نجم الدوله تحتمل بس كأداة من الدول السياسه اللي عندنا الكورسور هذايا اللي هو الفا كيفاش؟ خذوا دونك سي إيجار نعاود طريق السي أن، إيجريك بالفالور إيجريك، التي مظاهر كيفاش هي؟ تي إيجريك موان تي زيرو، خاطر موان كل، موان زد، زد قداش؟ زد إيجريك، كلهم فونكسيون دو إيجريك، أنسويت، بلوس سي زيرو أن، بلوس سي زد، فوا ألفا زد، إيجريك، بلوس سي زيرو زد. الكل طبيعي عندهم فونكسيون دو إيغريك. بل سي سي أن. إيغريك فاكتور أن موان. هذه أي عندي. أن. موان تي. موان تي. موان زد. موان زد. كلهم فونكسيون دو إيغريك. إيغريك لو. تي. بعد عندي موان تي زيرو. ثاني. أنسويت. بلوس. سي زيرو أن. خلينا نحلها في الآخر. بلوس سي زد نجيب هنا الفا و زد ايغري بلوس سي زيرو هذا نقول فهم شو هذا بلوس زيرو زد هذا نجيب الايغري فالفا انسويت سي ايتيغال سي ان ان موان تي موان زد ايغري خرج هذه وحدها خلي الاخر تمشي وحدها موان سي ان تي زيرو بلوس ان عندي اجر بلوس سي زد هاي جايه الفا زد باش ما نركبش اي اكسباس هذا هذه البقعه هذه موان سي ان تي زيرو رجع لي بقعته كلها سي جي دي كريتو ما عادش عادش حاجه صعيبه هذوما كلهم عندي سي ان اي كلهم فونكسيون دو ايغري اي فونكسيون دو ايغري انا عملها بطريقه اخرى سي ان ان موان تي موان زد بلوس سي زد الفا زد كلهم فونكسيون دو ايغري سي ان ان موان تي بقاتي هذا كله قال سي ان تي زيرو بلس سي زيرو ان بلس سي زيرو زد اي اون فونكسيون دو ايغري انا جاوبنا على السؤال بيت الاقتصاد مثلا الزكاة ترجع نفس العملية زيد ولا زيرو ولا سي ان ام وان تي ما سي ان تي زيرو حتى اون كار فما ان بوكا ولا ان بوكا ولا
derrière c'est un mal. La fonction de consommation en fonction du degré. Allez, en fonction du degré. C'est en fonction du degré. ولا حسب الحسب العتيق يتم الفا بركه
alpha. Donc, comme alpha, alpha fois z y. D'accord, allez. Voilà. D'accord. Maintenant, je vais vous dire. شنو شنو الناس هذوما الاغنياء قداش 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 يدفع عندهم زكاة هذه؟ زد زد فو إيكغيك تاخذوا ولكن قداش بزاف منهم؟ ألفا قداش تستهلكوا منهم؟ سي زد زد آه نشوفوا موان سي أ زد إيكغيك سي زد ألفا زد إيكغيك نشوفوا سينيفيكاسيون اكزاكتومون لا شوف هنا في الحالة هذه المهم دونك إلى حد الآن هذه وجه التشابه موجود كيما هنا كيما هنا هذا مش فرق لوش انا اختلاف هنا انا يلزمني بالاقتصاد الاسلامي تكون الاستهلاك اكثر لازم تكون هبيه بوزيتيف ما تنقصش غنشوف هذه طويل دونك تولي معاود سي ان ان موان تي اي بلس نحطها بلس حط 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 فاكتور نحط زد زد اي فاكتور فاكتور دو كوا زد اي فاكتور دو كوا سي زد الفا سي زد موان سي ان فوالا موان سي ان تمشي لو ريست تمشي بعد لو ريست سي زيرو ان بلس سي زيرو زيرو هي انا واخد دويك الاقتصاد الاسلامي فونكسيون دو كونسوماسيون اقوى اذا كان هذه تكون بوزيتيف اذا كان تكون هذه ايجابيه وهذه بطبيعتها كيف كيف هما وين الاقتصاد الاخر انا واخد هذه بوزيتيف انا اذا كان عندكم الالفا سي زيد موان سي ان سوبر زيرو معناتها شنو الحكاية؟ يلزم تكون ألفا سي زد إي سوبيريور سي أن هاكا ولا لا؟ باخير فاهمين ولا لا؟ هذا لو سبقت قاعد نجاوب على دي كيستيون أخرين دخلت في مش إذا كان إذا كان الألفا سي زد سوبيريور سي أن فاهمين؟ معناتها مش شحب يقصد إذا كان أنت دخلت ضريبة جديدة اللي هي الزكاة مش نقص في الدخل مش نقص في الاستهلاك لكن ممكن تستفيد منها ليش نسال إذا كان رجعت للعائلة رجعت لمصارف الزكاة ومش ترجع برك ترجع لكن بشروط يلزم تكون شروط على حسب شنو على حسب السيزات والألفا ما يلزمش تعطيها على يلزم مهم ياسر اذا كانت تكون السيزات ضعيفه راهو عملنا حد شيء هم ينظم في الاقتصاد التقليدي خلينا نتعامل الاقتصاد الاسلامي في زكاة كان السيزات ضعيفه معناتها اذا كانت انت مصارف الزكاة عندها الناس ما تستاهلش معناتها السيزات ضعيفه معناتها الناس تعطيها لهم رقم يمشي الاستهلاك يمشي بالدفاع هكا ولا السيزات ضعيفه معناتها الجزء الفلوس معناتها كونسومي معناتها شكون تزيد في الدخل ما يمشيش بالاستهلاك هذا بارتي من عمر هنا نوبلي با سي زيد شنو سي زيد شوفوا سي زيد هنا ناحيه هنا يقول لي سي زيد هي بوتي سي زيد و زيد او بلس سي زيرو زيد معناتها سي زيد هاي اللي هي دلتا سي زيد دلتا زيد معناتها معناتها الفارياسيون تاع زيد او على سي زيد مجهولي بار سي زيد معناتها تاثير الزياده في المداخيل بشكل زكاة على الاستهلاك كل ما سيزيد تكبر شو معناتها؟ راهو هذايا انسان الزكاة كله الافكار نتاعو ماشي للاستهلاك وكل ما السيزيد تهبط راهي الزكاة كله ماهيش ماشي للاستهلاك مش قاعد يدخر فيها معناتها الانسان ما يستاهلش الانسان اللي يستاهل فريمون هو الانسان وانه كيما يقول الفقراء والمساكين هذو مش معناتها معناتها السيزيد نتاعهم كبير ياسر وبالتالي الاكثريه بالنسبه كبيره ياسر بالزاد ماشي الاستهلاك وقتها صحيح الزكاة تكون عندها فائدة والاستهلاك في الاستقرار الإسلامي تكون أقوى من الاستهلاك في الاستهلاك في الاستقرار الإسلامي. معناتها أها أنا واجد. هنا السي زاد دونك يلزمك الزكاة باش تكون عندها تنفع الاقتصاد الإسلامي يلزم تصرف في المصارف نتاعها اللي ناس عندهم قدرة كبيرة ياسر على الاستهلاك. معناتها في حاجة لكن دخلك باش يستهلك. هذا ما وفوش حاجة أساسية نتاعها. هذا مهم. ثاني حاجة ثم كونديسيون سو الفا معناتها انا عندك ناس محتاجين السيستم نتاعهم كبيرة ياسر وتخلي في الزكاة مش قادر تدفع فيها معناتها الفا مش قادر تدفع فيها معناتها مش قادر تصرف فيها كدولة تاخذها الزيادة مش قادر تصرف فيها معناتها الفا ضعيف إذا كان الفا ضعيف لا كونفيرسيرو على وقت الحالة إذا كان الفا ضعيفة وقت الزيادة نجم تكون البارتي الفا ضعيفة هذه كل تنقص نجم تكون تولي تنقص مع البارتي
وتولي هذه احسن من هذه. تولي غير نجيك سانسير. دونك انا هي الالفا مينيموم. فهمتوني ولا انا هي البار ما ينزمش تطيح تحته في الالفا باش ديما نبقى في سيتياسيون وان الاقتصاد الاسلامي احسن من الاقتصاد التقليدي فيما يخص الاسلام. نخرجوا الفا بار. الفا اللي هي قداش؟ اللي هي سي ان سور سي زين. هذيك سي لو سو مينيموم اللي تهبطته. كان هبطت تحته وراك خسرت اللي استهلك الاقتصاد التقليدي خير من الاقتصاد الاسلامي. هذا هي المينيموم اللي كان. هاو الفا بار باش نعملها بالكاع هذي قداش؟ بالكاع هذي قداش سي ان؟ سي ان 0 7 0 7 هي 7 9 اللي هي قداش هنا؟ 7 على 6 يقولي 3% 7 على 6 7 0 70 7 في 9 72 إذا كان الزكاة يوزع أكثر من 3 أرباع نتاعها 75% ديستيبيو خرجت راهو سي بون في الحالة هذه الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي أكثر من الاستهلاك في الاقتصاد التقليدي معناتها أنا راهو نعمل زكاة نربح منها أقول نقص الاستهلاك ما نقصش أقول خاطر نبني بقى حاجة أخرى مهمة يعني هذا نعتبره أنا معناتها كومبوزونت عنصر اساسي من الطلب هذا عنصر معناتها يعتبر موتور تاع الطلب الموتور هذا وقت تعمل لي انت هذه مش مش باش تنقص فيه هو الموتور عنده سيتان بويسونس طاقة وقت نعمل انا نعمل ندخل الاقتصاد الاسلامي مش باش نقتل البويسونس هذا ليميت هنا عندي مثلا مش الموتور بويسونس تاعو 4 شهور راه ليميت هنا مش باش نهبط فيه 3 2 مع شويه على الدور دونك ماذا بيا نحسن في البويسونس نتاعو دونك انا وقت يولي يكون بويسون هذا الموتور هذا في صورة هذه هي كونديسيون مينيموم يلزم ايفيدامون سي زيت تكون كبيرة تقول ماذا بينا سي زيت تكون كبيرة تقول ولا الالفا بار لازم تحط تحت مينيموم نعاود إذا كان عندي سي زيت كبيرة طومبيل في كل الحالات باهي إذا كان عندي سي زيت نجم زاد نعاونها بالفا بار وتكون زاد هاف اس نقول الفا بار ما لازمش تكون فريمون تري فيرم نقول الفا بار في هناك واحدة دابا نحاول هما من هنا باش يمشي بيما كومبروند سباي لي دابا بالنسبة لي هو باش يجي يوزع الزكاة عنده حاجتين يلزم يخسر لهم ديما يلزم يعطي للناس اللي عندها صرف معناتها الميل لحد الاستهلاك كبير ياسر معناتها راهم في حاجة للزكاة خاطر ما نقول ما لابوش الحاجات الأساسية تاعهم الاستهلاك معناتها عندهم قدرة بياس الاستهلاك هذه الأولانيين ويلزم زادة ما يلزمش نخلي منها بيما كومبروند بارتي في صندوق الزكاة لازم تم مينيموم لازم يخرج اقول عنده مينيموم لازم يخرج ويمشي للناس اللي عندهم قدره اللي ما يحقق استهلاك في الاسم وبالطريقه هذيك نوصل باش نوصل باش باش الزكاه الاستهلاك يولي عنده يلعب دور هذا كل جواب تعليم نشوف تلقوه في الكاستيون تلقوه في الكاستيون 3 3 هذه توزيع وصلنا هنا وصلنا هذه دالة الاستهلاك في اقتصاد كونسومسيون دو الاستهلاك هنا نشوف تفهمت اللي وقت يتغير الدخل يتغير الاستهلاك بكم يتغير منها هنا سي ان كيف عملت سي ان ان موان تي موان زيت بلوس زيت الفا
plus c'est z alpha z. انت راه هي بيتا ولا لا؟ خاطر هو يقول لي انا شنو نجم نكتب يعني نقلق شهير واني عندي هنا جيبي ديفلوبي هذا تولي عندي سي ان موان سي ان تي موان سي ان زد بلوس سي زد الفا زد فهمتوا؟ نحلها باش نفهم نفس النتيجه هنا تولي عندي سي ان صحيحه موان سي ان تي صحيحه شو نحط هنا؟ بلوس زد الفا فاكتور دو كوا الفا سي زد صحيحه موان سي ان صحيحه فوالا موجود هاي معناتها جيت موجود الريزلتا المطلوبة مني هذه دلتا سيس ودلتا اي سي ان موان سي ان تي بلس زد الفا سي زد موان سي ان هذه فقط شنو هي؟ هاي شفتوا سي ان موان سي ان تي صار تقليدي هاي زيادة في الاقتصاد الاسلامي هاي زيادة فهي كمان تقول هنا شنو الاداه من الادوات تو هنا شنو الاداه من ادوات السياسه الماليه للدوله هنا تسمى اداه زيد هي شنو الاداه زد الفا هي عندي
سي ا سي زد عندي و زيرو زد عندي. معناتها هنا الاخرين كلهم معطى، الوحيده اللي تبدل هي الالفا اللي قاعد تبدل انت تشوف قداش تعطيني. لو بدلت سي في الحاله دي قداش بتشوف؟ ايتيكال 100 ثم لا ملتيبلي بار 100 اعطوني هذه قداش؟ هذه فل. زيرو سيت هذه وحدها ما تشبهش مع زيرو زيرو 25 كل واحده وحدها. زيرو سيت فوق زيرو 15 وحدها. هذه 90 نحي منها 0.7 90 بعد 0.025
دونك فما انا بعد نعمل في انجكسيون في ايكونومي لانفو قاعد ياخذ رجعته في فئه معينه فما الزكاه قاعد تاخذ لكن الزكاه بارتي منها مش قاعد ترجع تعقودوا كيما لازم لازمها ترجع بارتي منها نوصل النتيجه اسكو سينو ما نديش سينو ما نجيش نوصل للفلوس اللي قاعد على الصف فلوس للصف داكور دونك هنا كويت سيفو بلي اذا كان نعطيكم هنا كويت اكزامبل سهل نعمل ريزون بطريقه اخرى اذا كان انا تويكا نحب نزيد في الاستهلاك سيبوزون هو ان الفاريابل الوحيد اللي عندي ما عنديش ايزامبل مش نلعب على ايزامبل بالتالي مش نستعملها تقول لي هو انه ما دام انت عندك صندوق زكاه تنجمش تعاوننا فيها السياسه الاقتصاديه عندك سياسه تعاوننا مثلا في نسبه تاع التشغيل تزيد تعاوننا مثلا تحاولنا الاستخسار تزيد في سرعه النمو نتاعو ولهذا انا غير تحاول كيفاش العنصر نتاع الاستهلاك تحاول كيفاش تنميه شويه تزيد فيه شويه شنو نجم نعمل في الحاله هذيك؟ نحب الاستهلاك يزيد اقتصاد الاستهلاك يزيد الاستهلاك شنو نعمل؟ نحبوا مثلا كان 50 نطلب فيه 50 نطلب 50 نطلب فيه 50 نطلب شنو نعمل في الحاله؟ كيفاش نعمل باش نطلع من المال هذا؟ حل الروبينات حل هنا وعندك انت الزاد اوفر حل الروبينات دونك كانش تمشي فير زاد او وزاد تمشي فير لا كونسوماسيون البارتي هذه نتاع تاع المسار الصحي. أقول اكزاكتومون بالضبط وزافي تسي كيما قلت لكم عندي هدايا هدايا فيه الزيت هذا فيه الزيت هذه سي الفا دونك اي سي سي تحب تعمل اكثر دي بي وقت زيد هذه سي الفا توا العكس اذا كان نقول لك اتونسيون كون سير شوف في الايكونومي هذا دوموند كبير ياسر لوفر لاريف با سويفر لوفر سي الفا لاريف با سويفر لوفر مش تقعد مش عندها انفلاسيون في الحاله هذيك دونك شنو الحل في الحاله هذيك؟ لازم نقص في الكونسوماسيون. داكور؟ نجم على ليميت يبو جوي سو الفا. يبو جوي سو الفا ينقص فيها الفا. نصون بريسيون دو فيا نتاع 50 مش مشكل. عفوا في الفا. دونك على اساس وانا عندي سور شوك تاع الايكونومي. هذايا انا وقت يعطي عندي. مسيو كيفاش مش نقص كيفاش نقص الفا الناس تحتاج لا. انا وقت نزيد. وقت عندي الاقتصاد يمر بشنو؟ ركود ركود يمروا بركود وعندي ديجا صندوق الزكاه موجود فيه فلوس يمروا بركود معناتها ركود نورمالمون الناس ما تعرفش تقرا باش تزيد في الالفا اذا كان تويكا الاقتصاد مش يمر بركود ثم نمو كبير ياسر الاقتصاد عكس نمو الكرواسونس الكرواسونس هذه خلق الدوموند الناس كل تخدم شنو مش هذاك الناس كل تخدم شنو مش يعمل ثم سور شوك في الايكونومي ثم الدوموند مش يزيد ونواصل انا قاعد نحل في الالفا شو مش يعقل شو نحل في الحالة هذه؟ نقص برغم حتى كان ياخذ من الزكاة ما عادش ياخذ طويل ولهذا ما توصلش تعطيه خاطر ولا تلقى خدمة ولا يخدم على روحه نقص الألفا كنت سمعت على ظهر على السيفيزاتور في سيتياسيون تاع سير شوف نقص الألفا في سيتياسيون تاع ركود زيد في الألفا هذه على المحور تاع السؤال الخامس والسادس سيبوزون كو ليكونومي ما بين السي والالفا طيب سي بوبلي سيبوزون كو ليكونومي الاقتصاد يمر ثم سيزون بولوا يعني ثم بطالة كاين السونس دو فارياسيون دو الفا كاين بون انا نقول لا كونديسيون يوم بولوا شنو كيفاش نزيدو في الفا سونس دو فارياسيون كيفير وين يمشي لا موفيكس نزيدو فيه دونك هنا الفا دو اوغمونتي هاد السونس الفا اوغمونت زيادة في الفا دونك شنو معناتها لي ميني دو ترانسميسيون يعني سي سي ديكسبليكي كيفاش السياسه هذه تمر شنو المراحل اللي تمر بها اقتصاديا شنو المراحل اللي تمر بها السياسه هذه لي ميني دو ترانسميسيون القنوات شنو هما لي ميني دو ترانسميسيون هنا شنو عندي انا الفا قلنا سنفات ب الفا زد هاكا ولا لا فين نحب نوصل
زيادة شنو؟ زيادة تاع شنو؟ الإنتاج. زيادة تاع الإنتاج تؤدي إلى زيادة تاع التشغيل. خدمة كاملة. شنو المراحل؟ لا، شنو؟ إذا كان ألفا تزيد شنو نعمل؟ C0 Z donc زيادة في ألفا زيادة في الريفينو لها جاي من اللي صار الزكاة ده فده ما هو على اليمين يكون عندي هنا على هنا donc هنا زد ألفا زي زد أ نقص شو اللي donc هنا ضغط كمية معينة زكاة هذا مش مشي عملوا بال مش سهل السي زد بتاعها مش تزيد donc إذا كان السي زد تزيد ما عندي سي زد عن طلب طلب للسلع الاستهلاكي دونك فماش مش يعمل عرض Attention, vous avez ici la température qui est en train d'augmenter. On va prendre ce choc de l'économie. Donc, je vais le faire. Il faut refroidir le moteur. D'accord. Donc, il faut baisser la demande. Freiner la demande. Je vais le faire comme l'arbre. Il y a des cas de l'arbre comme l'arbre. Il faut faire l'inflation sur le choc. Donc, il faut baisser la demande. Donc, كومو اون بيست هذا الموضوع شنو نقص على الطلب شنو العناصر تاع الطلب هنا الاستهلاك انا الانفاق الحكومي الاستثمار هنا ما تحكيش على الانفاق الحكومي كيفاش الاستثمار مش طلب هو يمكن الاستهلاك لازم نقص في الاستهلاك باش نقص في الاستهلاك الحاله اللي نجم نرمز في ليزامبل انا نجم نعملها هنا وانا مستعمل الفا اجي سو الفا دونك في الحاله هذه كيفاش باش نوفر بسي الفا سيزي je baisse alpha je baisse z نفس العكس تاع السيستم هذا je baisse z je baisse cz je baisse y لا 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 je baisse pas n خاطر ليكونوميست كيسيون تاع سير شوف قلت انا مش قلت هنا نحب ننقص في الطلب هنا بس بس دو لا دومون بس سي زي بس دي مو بس دو لا دوموندي بس بلا دم ما عنديش مشكلة أنا تاع تاع عندي مشكلة تاع طلب عندي مشكلة تاع عرض عندي مشكلة تاع عرض مش علاش معناها توجهوا للفقراء معناها توجهوا للأغنياء.
multiplié en termes simples. C'est vous. Mais, si vous comprenez, je m'attends à un air de surchauffe. Maintenant, j'ai un problème. La demande, c'est quoi ça? La demande dépasse l'offre. D'accord. Là, vous avez une demande qui dépasse l'offre. On est en train de l'inflation. Maintenant, l'économie, mais l'axe, mais c'est une question de sous-emploi. Maintenant, c'est une question de tâcherie. الشركات تنتج وما نجمش تلبي الطلب وبالتالي النسبة تاع البطالة ضعيفة ياسر تحصل عليها بينما النسبة تاع البطالة ضعيفة ياسر دونك عندي الناس كل أكثر ناس أكثر ناس كل تخدم الجروند بارتي تخدم دونك ثم طلب اللي يفوت العرض لاباري بروديكتيف نتاعي ما نجمش يجاوب وبالتالي خلق دونك زيادة في الطلب على العرض هذا خلقت لي انفلاسيون طب الحل الوحيد انا يلزمني الاقتصاد يلزمني الرفواديه طبعا يلزمني ننقص في الطلب على اساس باش يولي يواكب العرض وقت ننقص في الطلب هنا اتونسيون بالنسبه لي انا بطبيعتي هو انه الاشكاليه واقع شنو هو انه الايكونومي اون سيتياسيون دو انفلاسيون ثم اوفر ثم برودكسيون موجوده معناتها ثم ريفوني ثم زكاه داخل موجود زكاه موجوده زكاه على ليميت خاطر سيتياسيون دو كروسونس هنا وبالرغم ذلك خليت الروبيني ديما قبل سي نورمال مش يكون هذايا هذا كله روبيني مش يغطي مش يغطي الطلب اكثر هذا كاين شنو وليدي كاين توريكا اللي كان بطال توريكا ولا يخت وبالرغم كان قبل ياخذ في الزكاة وتويكا وصل انا نعطي فيه في الزكاة بس نورمال هذاك مش يغطي الطلب سي كبير ياسر فهمتي ولا شنو الحل هذا يلزمني نوصل معناتها البارح كاين نيف كان ياخذ في اغلوكاسيون شوماج فوالا كان بطال هذيك كاش الخدمه توريكا إذا كان موصل لاباسيون شوماج مش ياخذ الشهريه تاع الخدمه مش بلوس لاباسيون شوماج هذاك ما يزيد مزيد نقص الطلب يخلق لي انفلاسيون شنو الحل؟ وهذا مش الخدمه نقص شنو؟ لاباسيون شوماج ولا اذا كان قبل ياخذ 100% في لاباسيون شوماج هذا مش الخدمه دوي نخلي له 50% نخلي له كان 20% مش نقص كان شنو؟ ما نجموش نقولوا نيفو دو فيزا لا مش نيفو دو فيزا سي با كسان نيفو دو فيزا مش نحكي لي النيفو دي هي المشكله لو فهمت لي شنو 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 لو شنو الناس الحل هنا هو انه نقص نقص بور نو با انكور دوبي لا دوموند بور نو با اكسيلي لا دوموند هذه هي الميديا وهذه مخاطر علاش هذه مهمه ياسر اذا كان نقص كالفا هنا معناتها مش تخلي الصندوق هذاك باش يوفى باش نستعملوا دون سو كاب في بيريود الاخرى معناتها في بيريود تاع كرواسونس نقص في الالفا داكور وباش نستعمل نهار اخر في البيريود تاع والا ندعم به الاستثمار ايفيدامون هنا مش يبقى كذلك مش يبقى هنا مش نجم نعمل به استثمار بس ما منطق لوجيك لان هذايا تو بما كونكم هذايا تو نمر بنمو اقتصادي دونك عندي فائض نتاع زكاتي الفائض هذاك موجود عندي تو شنو هو دوره؟ دوره لازم ناخذ تنميه العرض خاطر العرض ما ليه با ريبوند لازم نقوي في البيسونس تاع الموتور خاطر هنا تلمو سوليسيتي الموتور سي كبير ياسر ما ليه با ريبوند سي شور دونك لازم نقوي في البيسونس نتاعو الموتور هذا شنو معنى نقوي في قوه العرض نتاعي باش نجم يجاوب الطلب لازم نوفر موند لكن هذا يطلب شويه وقت كيفاش نوفر موند شنو بالانفستيسمون استثمار معناتها اذا كان اسمعني اذا كان اليوم عندي 3000 لازمني تولي عندي دوب دونك الفوق جامبس لازم هذا يكون يرجع في شكل استثمار بور توبي بور مونتي لا كاباسيتي دو لاف خلاص اذا معناها الزكاه في الحاله هذه معناتها قبل ما نقص من اللمبو نقص من اللمبو من الاقتصاد السابق صحيح صحيح مش موجود هنا نش نش انا هنا انا اتخذت كسياسه بس الاقتصاد التقليدي مش عندي الجي والتي حبيت نشوف ما نجمش نخرج الاداه من الادوات السياسه الاقتصاديه خاطر المصارف في الزكاه نجم نسمي نجم نعمل ميزان حاجه اخرى نجم نستعمل ينجم على اليمين فهمت نجم نعمل ينجم ينقص في الالفا اذا كان ما نفعش يصير ستين تعرف لي زامبل نجم نعمل ثمية نجم
je laisse alpha et je monte. وحتى ظهر العملية ظهر لأنه نوف وقت هذه وقت نقص في هذه شنو يعقل السي شنو نقص في هذه وقت زيد في التي شنو نقص إذا خذ نيجاتيف فهمت سامي خذ هذه نجم مس نو دام تقال هذه زيد نجم مس زيد هذا ما اللي هذا اللي جزت ألفا والتي زيد نقص في الألفا هذه مش نقص السي وإذا كنا نطلع في التي تودن بوزيشن هذه ما عارف نقص في السي لو كنت تعمل هذه فيديو سي بارابورا دي مش تلقاها نيجاتيف ولو تعمل هذه فيديو سي بارابورا الفا مش تلقاها بوزيتيف كل ما تنقص الفا تنقص السي وكل ما تزيد التي نجم يستعمل الاثنين ينجم في نفس الوقت ينقص في الفا ويزيد في التي الرونس كيف كيف ينجم يزيد في الفا وينقص في التي طيب كومبيني تفهم حاجة أخرى وأنا أقول تفهم أن جاي بسيمة نار البارتي الثاني تاع الكور هي فهم حاجة أنا كمان كبير شوي لو تستطيع تستعنتي بها ربما جي في درجة بس بس لك شو مش بس بما له كيستيون إيش نوع إيش ترى إذا كان الإشكالية خاصة لما شو اللي يبحث في الزكاة والزكاة مش تأخذ نظام تاع زكاة في الاقتصاد طويل فيه ذراع عند الاقتصاد موجود طويل يتعامل بالذراع موجود فيها مش من دخل الزكاة ولا ثم مجتمع موجود فيه زكاة وبعد مش ندخل الزكاة ولا مش قدر مجتمع ما فيهوش زكاة يتعامل بالذراع مستخبر وطبعا مش ندخل الزكاة دخل الزكاة معنى الزكاة حاجة جديدة ولا الاقتصاد إسلامي 100% وبعد ندخل الذراع عملية الإيرانية ولا السودانيس دونك كل رجل إسلامي ناحية زراعة وبعد زكاة وبعدنا ندخل الزراعة بشيء بشيء ولا الاقتصاد باش اقتصاديات موجودين في مصر وفي ماليزيا وفي غيره وليهم إن شاء الله العراق تونس الاقتصاد يتعامل بالزراعة لكن مش الزكاة حاجة مش كل جديدة فلا مش مش دونك شو دويك نعمل كاف ثاني ولا الكاف ثاني دونك شو هو أنه السياسة المالية تكون عندها جذب أكثر. هذا الأصل أصلاً. هذا الأصل هي كانت الزكاة مرة بعد الضريبة. لكن أي كيفش من الأول وأن الزكاة ما هي شيء الأصل الضريبة هي الأصل. لا لا. تو خد كنيخ نظام تونس أعطينا نظام تونس تو ضريبة شو دخل الزكاة شنا؟ لا لا. لو هنا. عندي ثاني معنا نعمل بيها تونس تو ضريبة هنا. شو دخل الزكاة؟ كان محاول حاولت بعد على شوية مش سني السن يظهر لي وطبعا بين هذا الاقتصادي بين قوسين اللي حاطش موضوع الحج إذا كان عندي اقتصاد يتعامل بالذراع واقتصاد مش دخل فيه الزكاة الحل الوحيد يجب أن ينقص الذراع مش في الزكاة جسي دريدوير الذراع ومن طوش أن تلوبين الزكاة يزمين أوتوما يزمين من لفن حتى نوصل أن سرتان مهمون تولي معدل الضرائب مع معدل الزكاة تساوي معدل الضرائب لما فيها فعل تعرض تي تي قال زيرو عندي معدل بتاع ضرائب معين تي ما عنديش زكاة جو في انتر دوير الزكاة كل ما دخل الزكاة نقص الضرائب اللي أن سرتان سوي وقوصه معين تولي معدل الضرائب مع معدل الزكاة يوصل التي كنت أقبل أبريل، بيه، في وتوش بيني لكم الاقتصاد ينتفع علاش؟ عندنا اشتغل ديناميكي، اقتصاد جوبار سنتيفي، ديناميك. في اقتصاد موجود الزكاة سابق، تقولي بالبيت، الزكاة سابق. ودخل الزكاة هي القاعدة. ودخلت في لامبو. تقولي بالبيت. وقت مش نقص في لامبو. الزكاة هي القاعدة. وقت مش نقص في لامبو. شو نستفيد منهم على هيك؟ أصحاب الوصول صحيح اللي يعني يأخذ الزكاة ما مش مستفيد منه لأنه جاب بعد تو العكس الاقتصاد في لزم أداءات وتو مش نولي نقص في الأداءات ونزيد في الزكاة ده الحاجة أقول أتونسيون ندخل الزكاة مش ندخل الزيت تولي 2% شو مش يستفيد منه مش نقص في لزم
وقت النقص في الإزامبل شنو مش يبقى لي في الأخر؟ أنا ريفوني ديسبونيبل كبير ياسر وين مش يمشي هذا؟ مش يمشي لمسارة الزكاة أنا دخلت لين ودوي دخلت الزكاة مش يمشي لمن؟ لا لكن الناس عندهم الدخل في ريفوني ديسبونيبل نتاعهم النص شو اللي كونسوماسيون نتاعهم النص عاد عندي دخل معين الدخل هذا نحي منه أداء شنو فضل؟ ريفوني ديسبونيبل تقول لي مش مطلوب يكون مطالب بالزكاة فما حد مشكل خلاص بالزكاة شنو فضل اللي هي؟ الدخل نتاعي الدخل نتاعي ذويك شنو نحيت منه؟ نحيت منه نظام نحيت منه شنو؟ منه الزكاة هذا الدخل باقي لي أنا الزكاة لمن مشيت؟ مشيت مستحقين تو نزيد أنا نجي شنو نعمل؟ في الحالة هذه نقص في نقص في الإزامبل نقص ومن دون شو سيدنا ترودوير الزكاة دونكور في الحالة هذه وقت نقص في الإزامبل شكون يستفيد منه؟ الريفوني ديسبونيبل تاعي مش يزيد لكن مش هو اللي أنا نفوت النصاب مش هو ندفع زكاة فما ما كومبروند لكن في كل الحالات الريفوني ديسبونيبل تاعي زاد ولا مش نتعمل له بارتي مش نتعمل له الزيادة هذيك نتعملها نتعملها كان ندير 5% دونك هذوك مش يولوا ينتفعوا بالزكاة وين الريفوني ديسبونيبل نتاعي يزيد وفي نفس الوقت الكونسوماسيون تاعنا كل تزيد أما هذا فسرها لكم دون ما هي سهلة إذا كان فوالا إيغري تامين تبعوني كما كان روك جو بو مو ترومبي سي إيسي تاع فورماليزاسيون جو سوي با ديسيا تونتاتيف حاول هي علاش خاطر زميلكم مرة اللي فاتت لاحظ لي وأنا قال لي كيفاش في الاقتصاد الإسلامي الناس تحب تدفع الزكاة في نفس الوقت تحب تدفع الأمن والناس الأخرى اللي تدفع كان لزام سي أن بو دي فافوريزيشن كيفاش نلقى سيتياسيون إيكغيك هنا ريفوني جو جو إيكال أنا عبا قبل الأبليكاسيون إيكال ما شفتش جو بي لزام اللي هما هنا 10% نتاع المين هنا جو بي 100 فاهمين ولا مين؟ يفرق بينهم؟ صح. دكتور؟ 10% هنا في شنو مش يظل؟ شنو يظل الريفوني ديسبونيبل؟ هذا لو، لو، أن. اللي هو إي موان تي. دونك هنا 1000 نحي منه 100 اللي هو نفسه. لا. مين ولا؟ هنا بينتهي المرة اللي فاتت، كيفاش مش نعمل؟ نحب نشوف روحي هنا هنا نفسه. دكتور؟ الريفوني ديسبونيبل هذا وين يمشي؟ اون بارتي ماشي للكونسوماسيون اون بارتي ماشي لمن؟ نمشي معاك باهي مثلا اون بارتي ايبارني ما قلقنيش ولا نجم نحط حاجه اخرى وان خاطر في الايبارني هنا نجم نحي منه نجم نحي منه هنا الزيت الزيت وين بارتي مش في الكونسوماسيون وين كان فاتت اون بارتي وين تمشي بدي خاف ما قالوش هنا تمشي زي سيها هنا اس هون معناتها هنا زد وهنا سي وهنا الاكس هون نجم نعملها بطريقة اخرى لي غريك دي نحي منها السي فضلت لي حاجة اذا كانت تفوت النصاب نخلص عليها زكاة إذا كان ما تفوتش النصاب ندخل خليها عندي يدي خاطر ولا نعاودها أنا في استهلاك ترفيهي أخر مالتي لوجي نقول في كل الحالات تمشي نجم نحط هنا السي ونجم نحط هنا الزي نجم نحط اش نقول لا هنا تبع هذيك هنا السي نجم جي سي جي سي فورماليزي هنا سي خلينا نقول فورماليزاسيون هذا الرقم هنا هنا السي سي تاع شكون؟ تاع ريش وهنا الزاد باش تمشي لي بوف هنا الزاد نحطو لي كي كاي ديك الزاد باش نمشي فيها سي با لا بيان دو كيكي شوز الزاد وهذه باش تمشي باش تمشي لهم بين بعد منها تمشي كونسوماسيون سي زاد نجم نردها سي زاد ايتيكال سي زاد زاد كيما العاده نجم نحطها كل ما تمشي زياده نجم نعملها كل ما تمشي نعملها ما يخلقوش
أرسلوا بي تابع بي إذا كان في اقتصاد هذا يقتصد اقتصاد داخل إجراء إتقال أميل هنا T إتقال 10% و أميل هنا 100 وهنا إجراء D C C وشير S هذا هو جيش الكونسوماسيون البارتي إيبار ما عميش الزيادة إذا كان داويك اللي زنبو ينقش كنت تبقوزوا من هنا اللي زنبو هذو ينقش هذا ما عاش دي فرصه لانبو هنا مادام انا خاطر هنا 10% ولا هنا 10% وهنا دخلت الليميت زيد مش تولي هنا سي ار تولي هنا زيد اللي قال سيبوزون اللي قال 2.5% تكون 2.5% بور سامبليفي نحطها على الليميت 2.5% من شنو؟ 2.5% بور سامبليفي 10% pour simplifier les commentaires, 10% من 900 pour simplifier, 540, je crois qu'il y a l'épargne. 360. Avec des consommation de carottes. سيب أميل نحي منها سيب كل نحي منها كيف هو ده 500 ويدخل قديش على الساعة كل نفس الناس راح تقول الساعة قديش يدخل 900 400 أكون هنا ما يدخل بين 360 هذا الجزء مشان مشان يكبر سهل أيش عملت طبعا مش نهبط في الزمن قد هذا مش معقول زيادة هذا اللي سومي 10% وهذا اللي سومي 10% بلوز اللي سومي أنكور 10% تاع زكاة مش نقصت في ليزامبو هنا هذا مش يولي يدفع اقل تي سيبوزون يدفع 5% تقول بيتي تي تيكال 5% 5% مش يولي يدفع اقل تي تيكال كومبي 50 دونك هنا قداش باقي له ليفل ديسبونيبل 950 وين باش تمشي هذه كونسوماسيون سي ان مش بالضروره هذا مازال عندنا ليسبونيبل نتاعو زيادة مش بدور بشيء وشيء قريب خمس سنين. أقول لك بورسان بليفي جمي سانسا بورسان بليفي جمي سانسا. ensuite زيد مش مش قليل. 45 زيد. 45 دي مع 10% من شنو؟ 45 علاش؟ على خاطر المونتي خاطر وعاء الزكاة زيد هنا هنا وعاء الزكاة علاش زيد؟ خاطر هذايا وعاء الزكاة هنا ما عنديش وعاء الزكاة قبل كان 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 قديش؟ كان 400 او 400 ولا تولى 450 خاطر كان ياخذ في ليزامبو تو يكبر وعاء الزكاة خاطر نقص في ليزامبو انا خاطر 5% هذه مش كيما 10% وعاء الزكاة مع 10% كان قديش؟ كان 400 تولى 450 هنا اتيكال هنا اتيكال 10% فوق 450 ناقص لا بوزي داكور 450 بعد سي سي زد لازم تولي سيبوزون بور سامبليفي هنا كومنت نحط سي زد زد 2 يتقال ا 40 تحط 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 100% يسهل كاع الكل معناتها الفقراء والمساكين باش تولي هنا تقول لي كونسوماسيون الكل 540 باش تولي كوميك 545 شوف 540 هنا 545 ونزيد سي تسوي دونك لو كان تي تويكا تي تولي 2.5 ماشي هذه تمشي وتزيد خاطر علاش؟ تي تولي 2.5 الروم ديسبونيبل ماشي ويزيد هنا بارتي منه ماشي للكونسوماسيون وبارتي منه على ليميت ماشي للزكاة هنا فوزاني نوتير مسيو علاش تحسب لي 500 هذه علاش ما تزيدش؟ منطقي ما فهمتكم علاش نجم من هنا وهذه استعملتها في الاكزرسيس الاول في تعرف في كيفاش يكتبوا في الزكاة في ماليزيا البروبليم عندنا ولا عندنا شنو يعمل هو؟ وقت عنده هو الريفن ديسبونيبل نتاعو، قداش الريفن ديسبونيبل نتاعو؟ 900 كاش نحسب له النصاب 900 نجي نقول له انه انت في الكاتيجوري نتاعك المينيموم دو كونسوماسيون نتاعك بور سيرفي 500 ماشي دونك 500 دونك هنا السيف انتقال 500 قداش فاضل له؟ 400 دونك لاسيت هي على 400 دونك كونسيكال في الزيت باش تكون الزيت باش تكون 10% على شنو؟ 400 على 400 واش تولي؟ 40 واش باقي يقولوا في التسبوني بالثلاث؟
360 هذه 360 شنو هذه شنو سي لا كونسوماسيون ديال الكومبس سي المينيموم فهمتوني ولا لا 360 شنو تعملها الناس اللي استعملها لك استهلاك الترفيه زيد فيها على فيها المينيموم واذا كان نجم دون سو كالا راهي سي اخرى هذه سي ان سي بري نجم تكون 300 والبقية شنو سي دوبل يحسبوا كيف عاود يحسب له هو يخرج له الناحية لا راني مي الناحية لي زامبو تاكود يحسب له هو في الكاتيجوري هذيك مثلا يخدم انا مثلا سي بوزون انا يونيفرسيتير سي بوزون مثلا عندي شهريه معينه خلص منها اداءات على سور سخش يفضل ريفوني معين نقول لك انا في الكاتيجوري تاعي مينيموم مينيموم اللي انا نعيش 500 دينار في الشهر عندي مثلا بنيه 500 دينار في الشهر مينيموم مش مستهلكه فعليا راه نقول لك 500 دينار في الشهر جيت تعمل لي حسابي فوالا اي زو هنا 400 دينار معناتها انا نقول لك عنه هذه سوبيريور على اي بار اي بار سي بوزون 300 هذه المثال نخلص من سوبيريور على اي دو هي كاروت كيفاش فاضل لي؟ فاضل لي 360 نقول لك انا نوصل كلام مش ناخذ مكتب 360 باش نزيد على المينيموم تاعي اللي هي 500 باش نزيد في الاخر انا قداش 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 تاكل في كل 500 ولا 100 80 اللي هي عندكم انتم تعرفوا اللي هي السياره السيان 800 السيان فيها انكوربوري فيها المينيموم بلوس الزياده هذه اللي هي سيتي وبالتالي يبقى له اسيتي على 60 كاني هو دوتر تيرم كاني خلال الدخاء خلال الزكاة على كريك بارني دونك في الكهة هذه وقال مش نوع وقت نزيدوا الآلة ينجم هنا تابعوا نعيش هنا وقت التي تعمل من التي لدي بورسان لسان بورسان ما ثمش تيحي مش تبدل المينيموم راه مش تبدل المينيموم يبقى هو في السي عندي لا سان مينيموم تاكودو انا وقت تبدل المينيموم اذا كثر من انفلاسيون في البلاد إذا كان نيفو دو في يهبط سيبوزون أن الطاقة الشرائية تاع أنا حتى في اليونيفرسيتي 500 دينار مثلا 50 تيلي كانت لو مينيموم بالنسبة لي حتى مشكل تو نقول لك غلات الدنيا 500 دينار ما عادش نجم دون سوكا ما عادش 500 دينار ما عادش 500 ولا 800 على دون سوكا على حساب شو هذايا؟ حساب الزكاة سي نورمال خاطر ما دام أنت النصاب زاد معناتها على ليميت مش المينيموم بالنسبة لي أنا زاد هذايا إيكغيك دو ما عادش تولي هنا 400 يلزمني هنا مش سي ان مش اللي قداش سيبوزون مش تولي هنا 700 900 هنا 700 مش تولي 200 ولا مش تولي تحت النساء خلاص زاد سي نورمال معناتها كلما تدهور الطاقه الشرائيه الا والمينيموم زاد سيرفي دونك الريفني سكولي مش ينقص وبالتالي ما عادش نخلي الزكاه وسي سي سي راتيكال 600 هي على لي باس اسبا هنا تحت المينيموم ما عادش في اليمين معناتها ليك هنا ما عادش لازم نخلص حتى اذا كان اذا كان عندي تحت النصاب بالضبط ساج سي با فخي ما عادش ما عادش شوف ما عادش شنو اللي داير فهم كونفرون اذا كان معناتها هنا مرتبطه بحاجه وان اذا كان جو بيس عادش بور ان نيفو دو في دوني بور ان نيفو دو في دوني إذا كان جو بيس لي زامبو جو بيس تي راه سا بروفيت دو هذايا خلينا نكمل لكم هنا عيشكم هنا 45 عطوني قداش باقي اس قداش هنا 500 هنا 45 قداش 540 هنا 950 هنا 500 فاضل 450 هنا ناحية من 450 450 405 هنا دون سوكا عطيتكم الاس وين باش تمشي؟ فما بارتي مش على الكونسوماسيون مرة أخرى سي بري اللي هي مثلا جو سي با مثلا نحطوا في كل الحالات نحطوا مثلا 4 300 350 وبارتي وين باش تمشي؟ 55 حسبوا الكونسوماسيون تاعو قداش كل 500 و 350 850 850 اللي هو برك بلس 45 دونك سي بارك 855 عاود اذا كان لي زامبو بس سا اوغمونت الوعاء الزكاة الاسيت دونك الزكاة مش تزيد في نفس الوقت بالنسبة لي انا ريفينس بوني بعد ما ندفع الزكاة مش يكون اكبر
وبالتالي ما كنت مش مستهلك اكثر. هذيك تشوفوا ان لو كان دوريك التي اللي زامبو يزيد كل ما ثم زياده تاع لي زامبو الا الزكاة مش ناقص. التي كانت 5% ولا 10% زدت. نشوفوا ان الزكاة مش تولي 40 لان الوعاء نقص الكونسوماسيون تاعي كانت سيبوزون هذه 360 قلت لكم من 300 60 60 غرام 300 كونسوماسيون في السيبل مش ناقص 350 من 300 داكوغ. هنا عاوش من حاصل منها في اقتصاد فيه اداءات باش تدخل الزكاة لازم نحاول ننقص في الاداءات. وقت ننقص في الاداءات سا بروفيت على ليكونومي. هذايا النجم النقص يقع في سينما اي لا في الاقتصاد وانه فيه 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 يعني هنا فيه انقوم مثلا الزكاة كل اذا كان هنا عايش إذا كان هنا نحافظ على نسبة الكمية نتاع الزامبو ما يساعدش. داكوغ؟ ما يساعدش. دونك يلزمني جانترودوي لي زامبو وفي نفس الوقت جيسي دو بيسي لي زامبو ومش حافظ باش نجم ندخل الزكاة. سينو داكوغ؟ هذايا جو بو لا فورماليزي عندي طريقة فورم معناتها من غير ندخل في زابليكاسيون نيميريك. جو بو لي فورماليزي. Je peux les formaliser, je ne vais pas le prendre le faire. D'accord. Mais, comme je suis dit, il y a une idée de CSN. CSN. السياسة النقدية شنو عندي؟ لازم نفس العملية، لازم نحدد الأدوات، نحدد الأهداف، وشكون المسؤول على السياسة الريسبونسابل؟ شكون المسؤول؟ مسؤوليتنا. هذا هو مشروع عندنا
ثمانية ديما ديما ثم نموذج اقتصادي إذا نفر منه، لكن هذا باش نجم نفهمهم يلزم قبل هذايا يلزم ندرس دالة أو معادلة هي ما بين الاقتصاد الحقيقي الريال والاقتصاد النقدي بينهم اثنين يربي بينهم اثنين هي تسمى بمعادلة الاستثمار فونكسيون دانفستيسمون سلوك الاستثمار معادلة أو سلوك أو سلوك السلوك الاستثماري فونكسيون دانفستيسمون كومبورتمون دانفستيسمون هذه باش تكون لي تربط لي ما بين الاقتصاد الحقيقي الايكونومي ريال الايكونومي مونيتير لان الاستثمار معناتها الشراء كل ما هو معدات يلزم نقود يلزم تمويل والتمويل يمر عن طريق السياسه النقديه علاش قلت لكم انه ما بين هنا طب نعمل توضيح نجم تكون سيكسيون شنو تكون سيكسيون هي الاستثمار في اقتصاد اسلامي معرفة الاستثمار في اقتصاد من سلوك الاستثمار في اقتصاد اسلامي سلوك الاستثمار سلوك الاستثمار في اقتصاد اسلامي عنوان السلوك الاستثماري في اقتصاد اسلامي لا مش لو بعد نعملها بعد هنبدا سلوك الاقتصاد الاسلامي لكن اللي فهم هذايا يلزمني نفهم السلوك الاستثماري في اقتصاد وطني اقتصاد وطني وبعد ندخل اقتصاد اسلامي باش نجمش نفهم السلوك الاستثماري في اقتصاد وطني وبعد دخل السلوك الاسلامي في اقتصاد اسلامي اقتصاد وضعي هنا هي كمية الاستثمار في الاقتصاد كمية الاستثمار في الاقتصاد معناتها مونتون دانفستيسمون مردودية نسميها انا
دي اير مرضية المشروع تو دو روندمون تو دو روندمون تو دو روندمون البروجي في الضمان نجم نقولوا انويال كل عام يجيب مثلا 10% من المشروع هذاك ولا مين هذه مثلا 10% من المشروع يجيب 12% ولا طيب اذا كان تمويل عن طريق قرض تمويل عن طريق قرض انا سمبل نيز نعمل هذا الموضوع باش تفهموا شنو معناتها في السيرفر السيرفر زعما تفهموا تمويل عن طريق قرض القرض هدايا عن تمويل عن طريق قرض بفائده هي اي انترست بفائده اي تمويل عن طريق ده هنا تمويل عن طريق قرض بفائده اي دونك هنا قرار الاستثمار بالايجاب اذا اير اكبر من اي منطقي ولا لا هنا مثلا نجيب اير اكبر من اي المشروع يجيب لي 10% يلزم الكلفه نتاعو اقل هنا هنا مش نتسلف كله مش نتسلف المنطقة هذه كله مش نتسلف معناتها اي ايكال 100 الاير ايكال 10% يسبوزون اي ايكال 5% في الحالة هذيك شنو هو؟ المية تجيب لي 10% في العام اللي هنا عندي 100 نخلص منها هنا هنا دخل هنا تكلفة تكلفة الدين هنا 100 على 5% هنا 50 5 5 هنا عندي يسموه هنا بروفي ولا فالور افيليت الربح الصافي 5 مشروع عائد ما دام انا 10% يجيب لي كل عام ندفع 5% مش ما يدفعش هنا اذا كان نسبة الفائدة تزيد إذا كان إذا كان سي إي أوغمونت سي إي أوغمونت أقول سي إي أوغمونت زيد إي المشروع أي إذا كان إذا سي إي إيتيغال أ زيد إي إيتيغال مثلا أوي بروسون نسبة الفائدة نتاع المشروع هذا المشروع الأول المشروع الأول هو الـ A هذا المشروع الأول هو الـ A المشروع الأول أويك المشروع الثاني إل بي إيتيغال أ 8% البي تيجي ديما 9% 9.5% اللي عندي الاي بالنسبه للبي يعني الاي بالنسبه للا سامحوني الاي بالنسبه للا اي بالنسبه للبي ايتيغال مثلا ا 150 اعطوني قداش مستوى معدل الاستثمار في الاقتصاد هاي قداش الاستثمار كله هنا 100 يجيب لي 10% ومثلا 5% تويكا اي تيكال 8% اقول ار بي تيكال 9% اي بي تيكال 150 المشروع هذا يبقى ديما رابح ولا لا؟ اه يبقى ديما رابح يجيب لي 10% ويتكلف يتكلف 8% والمشروع الثاني 150 يجيب لي 5% ويتكلف 8% ليش ليش استثمار كل في المية؟ 100 و 150 150 يساوي 250 تويكا اذا كان الانتري في البلاد يزيد اذا كان اي سي اي يزيد الى 9.75% عارفين اعطيني ليش الاستثمار في البلاد اي قديش ولا 9.75 مزيان
كان 5 ولا 8 او 8 ولا 75 والايه لسه بقى انت ما تدفع ار ا يعني ما تدفعش 10% ار بي ايكوال ا ما في مين اي ا ايكوال 100 اي ايكوال ا ايكوال 100 هذا المشروع اللي بين 10 خاطر يجيب 9.5% وندفع عليه 75% لو شفتوا كل ما ارتفعت نسبة الفائدة نقص نسبة معك هذا إذا كان نسبة الفائدة تزيد هي تزيد نسبة ما ينقص إذا نسبة الفائدة من 8% إلى 75% المشروع بين 10 يخش وإذا كان نسبة الفائدة تنقص تكون 75% تعود 8% نسبة ما يزيد توزيع البنك إذا كان يقع تمويل هذا معناته هنا خطر عليك أخذ المشروع شنو هنا يجيب وشنو يتكلف الداخل والتكلفة دي مقارنة الداخل والتكلفة على المشروع إذا كان تمويل ذاتي ده هم ما نتسببش فلوس المول فون بروب تمويل ذاتي كيفاش نتخذ القرار هنا مثلا تمويل ذاتي المياه وقع تمويل هدتين أنا فلوسي وتجيب لي 10% لا وفلوسي تمويل ذاتي علاش نستخدم في الحالة دي لا مش علاش النجم لك من أنا حكيت حتى مياه منه حتى المشروع مياه منه حتى المشروع يجيب 10% وعندك طريقة أخرى لأن هنا عندك أي شكون يعرف فيها بيها دي بنوك يحط فلوسه عندك قداش ياخذ؟ 5% هاي البنوك تجيب 5% عارف شنو البنوك 100 مليون تاعك من ضرائب البنوك عشان فيها مشروع خاطر العائد أكثر العائد أكثر العائد أكثر ديما نفس العملية ال 100 مليون اللي عندي أنا ما بين زوز أنواع تاع مشاريع نحطها في مشروع وأنا نستثمر ونحطها في البنوك وتجي أنا نرجع صعب تستلم مش معايا في شوية ولا نفس الحاجات على 5% لكن علاش؟ كيفاش السلوك كومبورتمون ولهذا من مصلحتي انا باش نحطها في مشروع يجيب لي 10% مثلا استثماريه الحين نحطها في بلاصه تجيب لي 5% هنا زاد كيف كيف عندي 150 مليون وعندي 100 مليون المشروع هذا يجيب 9.5% والبنك تقول تسلم 8% ونحط فلوسك عندي 8% كيف كيف كان حتى فلوسي في البنك 8% ها عندهم في مشروع واحد يجيب 9.5 واحد يجيب 10 خير نحطهم في البنك على 8% 52 مليون فهمتوني ولا لا 52 مليون نحطهم في مشروع واحد يجيب 9.5 واحد يجيب 10 هنا لا هنا ال 100 مليون اللي عندي دول نحطها في المشروع تجيب لي 10% والبنك قداش يجيب لي 9.75% وال 150 مليون الثاني نحطها في المشروع قداش يجيب لي 9.5 والبنك قداش يجيب لي 9.75 في البنك بالتالي ال 100 مليون برك تمشي في الاستثمار الحقيقي والاخرى تمشي في الرسمه ما تمشيش في الانفستيسمون دونك هنا اش بين وانه في لي دو ديسيزيون سواء تمويل عن طريق قرض ولا تمويل ذاتي راهو ديما ديسيزيون كلما ازدادت هذايا هذايا الطو على ليميت دانتيري تاع لومبران تاع الدين راهو المشروع ما عادش يولي رابح يولي خاسر وبالتالي نخش ما نستثمرش وكل ما تكلفة الدين نقصت كل ما المربح بالنسبة لي أنا نستثمر كيف كيف كل ما البنوك ولا تعطيني في التنتيري كبير ياسر أنا نمشي في البلاسمون فينانسي انفستيسمون فينانسي نمشي في انفستيسمون فينانسي أي سي سا انفستيسمون فينانسي هنا عندك حاجة أخرى هنا أنا نقصد انفستيسمون فينانسي إيبارن انفستيسمون فينانسي وهنا بس اذا بتسمى فينانسي عكس هنا البنوك تعطيني في الانتريك برياس ما نستثمرش في الاستثمار الحقيقي نمشي في الاستثمار المالي فينانسي وهنا العكس صحيح نسبة الفائدة تاع البنوك نقص وبالتالي ما عادش نمشي في الاستثمار الفينانسي نمشي في الاستثمار الرياح هذايا بالنسبة اللي كان نصورها هنا لما استثمار هنا في الانتريك شوفوا أن علاقة ضدية سلبية ناقص هنا نسبة الفائدة
إيز إي مثلاً إي زيرو نعم تسمو إي زيرو يوم يزيد تنقص نسمو تنقص يوم تسمى إي آن إي هذه من آ لبا كل ما تزيد نتنتيري إلا هو ينقص نسمى معناتها ثم فونكسيون ديفرواسيون ما بين نتنتيري ولانفستيسمون اللي هي نحط هنا على هذه سي إي تيكال موان ألفا إي موان ألفا الفونكسيون ديفرواسيون كل ما تزيد نتنتيري ينقص نسمى ينقص نسمى داكود هنا عايش شوي شوي كيفاش يقع تنميه الاستثمار في اقتصاد وضعي؟ كيفاش نزيد في الاستثمار؟ الاستثمار عنصر اساسي من عناصر الطلب برا معناتها موتور تاع دوموند هو كيما الاستهلاك وكيما الانفاق الحكومي عامل اخر عنصر اخر تاع الطلب هو الاستثمار خاطر هنا فيما كومبروندر شو معناتها سمعت اي بالضبط اي شنو؟ هي الطلب على المعدات الآلات والمعدات والوسائل الانتاج وسائل صالح الانتاج تسكي هنا دوم فرونسي دومون تسكي ماشي اوتي ايكيبمون داكود هذا هو فهمتني هذا معنى الانفستيسمون الشركات تطلب آلات بيان ديكيبمون اكسيتيرا هذا معنى تحب يستثمر دونك ايفيدامون هذوما شكون ينتجهم ينتجهم شركات اخرى وبالتالي كان الاستهلاك يزيد الاستهلاك عنصر من عناصر الطلب اذا كان نطلب انا دي ماشين جدد ودي بيان دي كيبمون جدد ودي اندستريال جدد اذا مش الشركات باش تنتجهم دونك ماشي هو الانتاج باش تزيد التشغيل باش يزيد كاين هذا قاعد يطلب في لي بيان دي كونسوماسيون كيف كيما ميناج دوموند دي بيان دي كونسوماسيون دوموند دي برودوي اليمونتير دي فيتمون تو سويت تمشي ينتج هذا يعني الشركات تطلب في الاستثمار الاستثمار عنصر من عناصر الطلب كيفاش نقوي فيه نسبة الفائدة. بالضغط شو وصلت في الأخر؟ بالضغط على نسبة الفائدة ولا تغيير نسبة الفائدة نوصل باش نغير الاستثمار، نوصل باش نغير الطلب، نوصل باش نغير الإنتاج، ونوصل باش نغير التشغيل. نسبة الفائدة هي مهمة. هنا لا معناتها نسبة الفائدة هي مش مهمة مش نغير مش نضغط عليها. سواء كيما العادة إذا كانت نسبة الاستثمار شنو نعمل؟ نهبط فيها. نحب ننقص الطلب بعد ننقص الاستثمار طلب الاستثمار. وديما نفس وصلت للعداد شكون المسؤول اللي ماشي اكثر ماشي بدل الكرسور هو يلزم ديما السياسه الماليه سي اون ماشين ا كوندوي يلزم ان كوندكتور il faut qu'il accélère qu'il freine ويلزم تعطيه الالات ولا كان السيناريو يفريني تاخد راهو ينجم تعمل موفي ديغنوستيك سي با لو بون انسترومون وتبيع كومبليتوم قاعد تعمل على حاجه ما تعطيش النتيجه المرجوه خاطر هذا كله راه ماهوش ستاتيك ماهوش ديناميك هذايا وين بينكم حاجه هذايا يبقى نظري نظري وتنرجع لحاجه تكون يحتاج نجم تقول الاستثمار مرتبط بنسبه الفائده اليوم ينجم العام الجاي ما عادش مرتبط بنسبه الفائده ينجم يمشي معناتها الناس اللي ما تمشي لك اليوم تمشي لك غدوه سي بو اوبليجي مش تنهاش انه العالم هذا ماشي بالفيزيك نزل على البوطون ينجم انه نزل على البوطون هذاك يشعل الضوء لكن في الواقع السياسات هذوما الاقتصاديه نجم ترجع على الشرط تزرع الاوتو ما فيش لان تبدلت هذايا ماهوش خط ديناميك وهذه مثال واقعي في تونس تو الاستثمار ماهوش مرتبط بنسبة الفائدة هبطوا في نسبة الفائدة والاستثمار ماهوش مرتبط ما طلعش شفتوا يا شباب هذايا كله نجم تمشي في مكان اخر ونجم تمشي في مكان تونسي فترة اخرى هذايا كله صار شانش معناتها انا تويك نحاول وانه في عالم نجم تقول توت شو اللي في الايكونومي توت شوز ايكال فراير معناتها ما تبقاش معطيات كل شيء يبقى
ستار ما تبدلش. معناها في البارحة الأخرى هو أن البوطون هذاك ديما يأثر على الأخر. ديما شعر تيوريك. باش نفهم. سي فري هذا النموذج هذا موديل. سي فري هنا كله مو مخ تبعوني هو في هذا تويك. احنا مش ماشي الهدايا. احنا تويك في اقتصاد مش ديناميك. ديناميك سي فري هو أن مش مبدل من سيستيم هذا. من نظام لنظام آخر. كومبليتمون. ما تخدش في ديناميك سي فري هو أن سابوج. أما هنا ديناميك أوسي جو باس. لان سيستم فيه انتيري على سيستم فيه انتيري وكي زي ما تلوش على الكرسيو خد مش تبدل ما عاش فيه إيسا أصلا بيان زيرو ما عاش يزم يعوضها يزم يملوخها يزم يملوخها نوت الانسترومنت بوليتيك ايكونومي مش أثر على الاستثمار مش خليه بالي داكور بس هذا سيستم جديد مش بالسهولة دي داكور مش شوية باش تتفهمون خلي نكمل هنا إي متفاهمين أنه لازم ينقص في الإي باش ينقص خلينا نشوف شيء مع السياسة الجنوبية. الإي هذه ثم جزء منها مش مرتبط مثلا بالاستثمار. مرتبط بعوامل أخرى. غير الاستثمار. عوامل أخرى سياسية ولا سيكولوجية ولا أمنية ولا خلينا نبقى هنا. نبقى بهذا. هذه يسمى زيرو كوا ألفا. شنو هو شنو تقيس بالضبط ألفا هذه؟ معناتها سميسور ليفي دون فارياسيون دو تو على الانفستيسمون حددت بالضبط تاثير تغيرات في نسبه الفائده على الاستثمار دونك هنا لو كنا نعملوا فارياسيون دلتا اي في دلتا اي ايكال اكوا فارياسيون ايكال موان على الاستثمار كلاسيك كود الفا دونك اذا كان الاي تزيد مش معناتها اي هنا يسمى لا سونسيبيليتي سونسيبيليتي شنو التيرم بالضبط الفرنسي تأثير سونسيبيليتي دو لانفستيسمون او دو لانتيتي سونسيبيليتي دو لانفستيسمون او دو لانتيتي تأثير سونسيبيليتي حساسية إذا كان ألفا ضعيفة، شو معناتها ألفا ضعيفة؟ ضعيفة هي اسم ألفا. معناتها الإي ما تأثرش على الانفستيسمون. معناتها الانفستيسمون الأكثرية مرتبط بشنو؟ معاون الأفضل. بالإي صحيح، ألفا ضعيفة ياسر. ألفا تنفير زيرو. تبقى لي إي أون فونكسيون دو إي زيرو. في الحالة هذيك زايد طلع فوتو. ما يأثرش على الانفستيسمون خلاص. هبط فيه هبطنا فيه في تونس تي من باش تشوفوا من البريود بعد بعد حتى البريود بعد من السبسي حتى من وبعد ما مشيش سي بوسي كان راجع بالك الراس وراه هذا سبب من الريزولتا حتى كي ني با ني با سون سي ويل كان الفا قوي الفا قوي خارق العالم شك اقل زياده ولا فارياسيون تاع تو سويسي الفا يتزيد فرق هني الفا 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 مثلا 100 200 300 معناتها راتيف ديزاين بيها هنا هذا جو ميكسبليك اون تيرم سي هذه باش نستعملها بعد باش نستعملها بعد اذا كان هنا اذا كان الفا ايتيكال ا الفا ايتيكال ا الفا ايتيكال ا صفر داكور وهنا نحطوا دلتا اي ايتيكال ا دلتا اي تيكال 1% في الحاله هذه الفا تيكال 10 اذا تكون دلتا اي 1% مش تولي 1% تجيب لي باش نو الفا تيكال 10 موان 10 هذه تكون هنا ليش 0.1 يعني 10% 1 0.1 دلتا اي مش تنقص مش تنقص يعني تنقص من 0.1 هذيك هنا الفا تيكال 100 دلتا اي كالا كومبيان ديما 1% فوا كومبيان فوا موان 100 قداش هي موان 10 موان 1 موان 1 شفتوا موان هذه نفس الزياده تاع الانتيريور زادوا زاد 1% هذه الاستثمار باش نقص هنا موان 0.1 وهنا الاستثمار باش نقص هنا موان 0 علاش خاطر هذه اكثر سونسيبيليتي هذه في البرودكت اسمه يحس اكثر
كما تواصلنا بعضكم. طيب لو كان لو كان العكس لو كان الإيه هنا دلتا إيه اللي هي تنقص بـ 1% تنقص بـ 1% تنقص مش تزيد تنقص هذا تنقص بـ 1% هذاك هذاك قداش قداش يزيد الاستثمار هنا؟ وهنا قداش يزيد؟ 0 صح هنا زاد أكثر خاطر حس أكثر كما فاريشن تاعك إذا كان نشوفوا أنه نعمل مثلاً اقتصاد تونسي بوان يزون قسان كل أوسع نشوف مثلاً 1900 و 2000 هنا نحن نتركها 2001 نشوف لي هنا تم فارياسيون نشوف فارياسيون تعديل ونشوف فارياسيون تعديل تنزيسيون نخرج كل عام نشوف ليش كيزيد الانتيري في تونس ينقص ليات نزيد الانفستيسيون كل عام وبالتالي إذا كان عندك أنت دلتا اي تاع كل عام يسيسي ونسبة ودلتا اي هنا نجم تعمل رابور بيناتهم هذا ما عندك تاع كل عام كاش بانتيري ونشوف العوام اللي بانتيري زاد فيها ونشوف قداش فارياسيون تاع الانفستيسمون ونشوف العوام اللي بانتيري هبط فيها قداش الانفستيسمون هبط تعمل رابور بيناتهم وتخرج لك ايكونوميتيكمون بيدمج اش تقول لك في تونس شنو عمال عرفنا وانو بانتيري اشتريتو 2011 بدات 2012 حتى شوان بانتيري مش بيها بخيانة وفي الحالة هذيك نجم تشوف لما سيسمون بداش في الحالة هذيك لازم نزيد 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 بريس يبين لك اللي الفا نتاعو ضعيف لا تقول سي بور سيمبل ما دام الفا ضعيف اكو سي سيرف دو بيسي لو تو دونك فو ميو رجع التو علاش علاش في يوم ما تجمع عدل خاطر كل ما تهبط في التو سي فري تربع على الانفستيسمون Attention, vous êtes en train d'augmenter l'inflation. هنا تويك هنا لحد الان هذا كله كلاسيك امش ندخل نمشي شوي تويك كيفاش البنك المركزي وقلنا السياسه النقديه كيفاش السياسه النقديه تاثر عليه هذا كله في نفس خلينا نكمل الاقتصاد الورع باش من بعد نعدل الاقتصاد التقليدي الاقتصاد الاسلامي هنا متفاهمين وان الاي هي الاي هذه تاثر مباشره على الاي وليه مش تاثر بعد على الايجريك والايجريك مش تاثر على الامبروا بطريقه عاديه من هذه تو الاي الاي شنو هذه؟ على شنو؟ على الكريدي الكريدي تبعونا مش نحكي في الامور مش هيمشوا ما ندريسوا الكريدي لا الوقت هذه الفاري هذا الفاري هذا الفاري هذا الفاري ايفيدامون الفارياسيون تاع هذه مرتبطه مرتبط بشنو؟ إيفين تاع شنو؟ عام شنو؟ عام الألفا مرتبط بألفا هذا شفتوا اللي أنا بيناتي معهم هاي علاقة من هنا سا ديبون دو ألفا نحطوا ألفا معايا دلتا إي سي دونك لا كيستيون كي سوبوز كيفاش متأثر على سي هنا؟ كيفاش متأثر على سي؟ أنا ضروري راني هنا قلتولي هنا أنا كبنك سنترال وسياسة نقدية راني هنا سياسة نقدية أو جور هنا بنك مركزي بنك سنترال كيفاش مش يوصل هنا؟ هذا كله دوي الجور هذا يحب هذا الهدف النهائي تاعو شنو هو لوبجيكتيف فينال تاع المشروع اهي تشغيل تنمية الاستثمار هم كلهم اهداف شنو الوسائل اي لكن من شنو وصل ديريكت اللي بعيد عليا غادي ديرها مش برك مركزي هنا برك مركزي قاعد هنا وكل الباقي هنا عايش بلا سيلفي بدون تيرينا نقص بدون تيرينا سي با ما نجمش مش بنك مركزي يعطي تعليمات للبنوك كلهم مثلا نجي اليوم نقول مثلا لا من 10% 5% 8% لا
يلزمني نخلي يلزمني نص فات على الميت انت عندك هذا كله تراين عدى انت في البوزيشن هنا لازم توصل هذا كله لازم تعمل هذا كله ماتش تمشي وتعمل على الميت سيباي بينا ترى هذا مش سهل مش بسهوله ليا راسي وطرود تمشي مم. لا 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 سيباي بينا عندك ديزور ثابت هنا بدات لازم تعطيكم برنامج هذيك السياسه هذيك معناتها كومون ماني هي ماشي هذه سي ماني ماني هذا مش جو فن نكتمو هاي كيفاش نوصلوا هنا هذه السياسه الاخرى السياسه الاخرى اصعب اصعب من السياسه اصعب اصعب من السياسه الاخرى هنا بدل كيفاش نعم شيء طبعا نعم نفعل كاع هذا المشكل هذا بشوي بشوي اللي يصير تكون تنتيريس في فيكسي بارتي شكون يحدد لا لا هنا السوق المالية العقود والماشي اللي كاتب هنا نحط بروسيس اللي في ليكم انتم فيها كان بنوك دونك هنا يحدد شكون يحدد البنك البنك فانا مارشي السوق الديون ماشي الكريدي سوق الدين لا 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 سوق الدين هنا تم كونترا واحد نعمل تم عقد واحد متداول هو عقد الدين القرار قرارها بس سلسلة وبرش مش عقد واحد عقد الدين هنا السوق هذا شكون فيه؟ او السوق السوق شنو فيه؟ ديما السوق عنده خصوصيات هما شكون العرض عرض عرض طلب سلعه وسعر وكميه ديما عرض طلب طلب سعر تبل والبري كونتيتي شكون العرض شكون العرض هنا؟ السوق شكون العرض هنا؟ العرض البنوك شكون طلب؟ اللي عنده حاجه صحيح المستثمرين هنا شنو شنو السرعة؟ مال تبادل مال بمال مع زيادة شنو هنا السعر؟ سعر الفائدة نسبة الفائدة معدل الفائدة كيف قلت؟ معدل الفائدة فوالا العقد هو هنا قرض حاجة جديدة جزء الآن هذا البنوك تعرف الإشكالية في ما بين ما بين السياسة السياسة تاع الحكومية معناتها والسياسة النقدية وأن السياسة الحكومية الدولة ما عندهاش وسيط إلى فين تمشي فهمت الأنفاق الحكومي نجي اليوم نقرر أنا كدولة نقول مش ندخل مثلا 25000 واحد في الوظيفة العمومية يتاخذ أنديات نعمل نقول نزيد اليوم نقول نزيد مثلا شهريات 70 دينار دولة التقدير تمام ما نجمش يعمل بنك سنترال هذاك البنك سنترال مش خاصه كان ديريكت ما يأثر على الاقتصاد المباشر ما نجمش لازم يتحدى القنوات والقناة الكبيرة اللي يتحدى عليها شنو؟ بنوك يتحدى على البنوك خاطر خاطر البنك سنترال ما بينه وما بين الاقتصاد مباشرة البنوك المارشي بونكي هذا دونك يلزم يلقى وسيلة باش يأثر على البنوك مباشرة هنا اذا مش نفسر لكم دي مانير سامي نحطوا مثلا انا تبعوا نعيشكم انا نصنع هنا في الكار هذه انا نصنع في دي تاو تواو وانت تحب تحدد لي كمية التواو اللي نصنعها تقول لي زيد في صنعة التواو ولا نقص في صنعة التواو شنو تنجم تعمل هذه كيفاش نتأخر؟ صحيح يلزم لا ماتير بروميير باش ناخذها انا عند الفورميسور هذاك اذا كان يحب يزيد نصنع في الطاوله شنو يعمل؟ موفر الماتير بروميير لكن المسوم اقل هبط في السوق سي نورمال وبالتالي وقت هو يهبط في السوق شوف غادي يهبط في السوق تاع الطاوله انا تولي الطاوله تبعف واذا كان يحب انا مثلا يقول لي قاعد نحط الطاوله ياسر رفض كيفاش كومون يهبط مدير نجم الماتير بروميير يخلي فيه وبالتالي انا مش مولي اوبليجي في السوق تاع الطاوله ولي الطلب ينقص
يلزم البنك المركزي يشوف يقلع على النقطة الحساسة تاع البنوك باش ينجم ينفع عليها. البنوك في اقتصاد، نرجع لحكاية كلاس اندومونية، في اقتصاد وضعي نسبة الادخارات اللي عندهم المدخرين اللي عندهم ما تكفيش لتلبية الطلب من الاستثمار، مجبر على الاقتراض من وجهة أخرى اللي هي البنك المركزي. يرجع لي معناتها أنا كأني عندي باش نصنع الدولة، عندي ماتي، عندي لوح نجيب فيه من عند زميلكم، لكن ما يكفيش طلب يسمع الدور، وبالتالي مجبر على نرجع لونتر بروديكتور، ان كرون بروديكتور مونوبول عنده، كرون بروديكتور مونوبول عنده كاباسيتي تاع اللوح، وهو مش ينجم ياثر على المارشي حتى المارشي هذاك. اكزاكتومون هذا اللي لابيش كيف هو كيف لو كان نشوف في اقتصاد معين تونس اي دوله، شوفوا المونتون تاع الديبو، الديبو تاع الناس، وشوف المونتون تاع الكريدي كيف سيريا، المونتون تاع الكريدي بيسي كبير كبير، والمونتون تاع الديبو كالابور المونتون ديبو، هنا تشوف البنوك تاع بعض، هنا كريدي وهنا ديبو، هذا اللي ما يفرش حاجه كبيره ياسر، على الليميت ماشي مثلا 40%، هنا 100%، 60% منين جاي؟ قروض بنك، لا من البنك المركزي. باش عم كريدي مونتون اكوز هنا من السوق مارشي انتر بونك مارشي مونيتير وسد معناتها الاكثر لي بروند بارتي تاع الفينونسمون جاي من هنا ولهذا في الاخر مش ترجع بونك سنترال وقت ترجع وقت ينجم فوالا مش يسلم من عنده يعني في يسمونه تي ام ام وقت ينجم يطلع وينجم يهبط وبالتالي لا شك يا سيباي باهي هنا سوق الدايره هنا العرب هنا البنوك هنا الغرب هنا السلع هنا الماء إيس البنوك باش تسلفوا هنا البنوك هنا بنوك عرب العرب هنا ترد لكن هنا البنوك شنو هو البنوك البنك راهو شنو هو وسيط قلت هنا البنك وسيط هنا عاوش نعمل هيك هنا نعمل هنا هذا ثم ديو مارشي هذا المارشي الاول شكون فيه هنا فيه البنوك تاع الكريدي وهنا شنو هو إيس هنا شنو عندك؟ كل ما يزيد هنا شنو الطلب ولا العرض؟ هنا هذا كمية معينة من القروض وهنا نسبة معينة من الفائدة في سيزي الأرض طيب نسبة الفائدة زادت شنو نقص هنا؟ الطلب هذا الطلب تاع شنو؟ هذا الطلب تاع القروض الدوموند كريدي لوفر طويك اي لوفر كل ما تنتري يزيد كل ما البنوك يتشجع باش يعطوك فيها كريدي من غير يرد لكن نسبة الفائدة تزيد على العكس هنا شفتوا هاي هنا وقت تكون نسبة هنا خلينا نعملها هنا بالنسبة للتو لا تو تو هذا اي زيرو انا نعملها هنا خير باش نجم تفهم اخر جغرافيا دونك هنا اس نعمل في نسبة دونك هنا تشوف تنتري او تنتري هنا هذا يزيد في البنوك يقرضوا هذا كان تري يزيد طبعا يقرضوا اكثر اي سي بريم سي زي سي بريم كل ما زيد كان تري كل البنوك يشجعوا باش يقرضوا اكثر ما كانش هنا اللي كاين ليه شفت هنا اللي كاين التقاء العرض والطلب التقاء العرض هذا يصير ماشي يعني في من ناحية أخرى، هنا سي إي سي، كود متأمين فيه. هنا نجم يتفاسي، نجم يتفاسي خريب. هنا البنك يقول لكم وسيط. وسيط ما بيش مشهور. ثم البنوك وسيط، ماذا وسيط؟ الفلوس اللي عنده هذه مش بتاعها. ناس أخرين. مش يمشي في مارشي آخر باش ياخذها. في المارشي الآخر مش البنك مش يكون عارض ولا تعرض. طالب مش داخل هنا مش يولي هنا هنا سوق اخرى هو سوق الادخار او التمويل سوق الادخار او الموارد بالنسبه للبنوك معناتها او الموارد الماليه عن شنو هنا كاين عندي فهموا نديروا اكزومبل كاين عندي هذا السوق تاع الفواول لكن انا هنا عارف تمشي للسوق بتاع الجنون المواد الاولى طيب تعالوا السوق هذا انا
ماشي يولي هنا شنو؟ ماشي يولي البنك هنا طالب هنا البنك هنا طلب طلب هنا البنوك والعرض اللي عندهم الفلوس وهنا العرض هنا كان تكون المدخرين المودعين وهنا مع البنك المركزي او السوق النقدي السوق النقدي ماشي مهم السوق النقدي المودعين مع السوق النقدي هي نفس العمليه الطلب هنا السلعه هي بيها السلعه هي بيها السلعه هي المال هي المال وهنا السعر هي معدل الفائده اللي اتونسيو يعني معاش اي سي هنا معدل الفائده دي هو معدل الفائده معدل الفائده انا بالنسبه نسميه انا اي دي لانديريسو دي دي ديبو بالنسبه للديبوزون هذه بالنسبه للمودعين وبالنسبه للبنك سنترال نسميه اي ار اف ريفينانس اعاده تمويل ولا تمويل دي ان اف خلق ان شاء الله زوج كيف كيف ولا نحطوا هنا دي ان اف دي ان اخر في تونس هذا بالنسبه للسوق السوق النقدي كل واحد اسم السوق النقدي السوق النقدي خاطر هي كتجي حتى هذا يحكم فيه هذا خاطر هذاك العوض العمل هذا سان كرون فورنيسور تاع عوض سان كرون فورنيسور تاع عوض هذا المودع سي تاع بيتي فورنيسور هذا نجم يهدر في السوق خاطر لو كان هذا يحب يغلي على ليميت اذا كان يحب يغفر في السوق تاع عوض مش عارف واذا كان يحب يهبط داخل في السوق في السوق دونك هذا هذا يقيم في الايكونوميك ايدي في الانتيريس لي ديبو في لي بارمي في البلاد راه مرتبط بالديان البنك المركزي يولي حتى سان كرون فورنيسور هذا سوق الانتفاع او الموارد المالية فينا دويك الحال البنك المركزي اذا كان يحب هنا البنوك بعد مش ياخذ هنا شو هنا شو مش ياخذ شو الماده الاولى ماتير بريمير لا ليكيديتي اكزاكت ولا ليكيديتي ولا كما نقولها ماتير بريمير هنا ماتير بريمير تاخذ ترانسفورماسيون تحت وتخرج هنا برودوي فيني كيفاش الترانسفورماسيون هذه؟ معناتها كاين انا خديت مواد اوليه خديت لوح تبعوني في الزومبلا دخلته في ماكينات عملت الترانسفورماسيون بعد ولا تعرف خديت انا من عند هذايا مودع فلوس اودع فلوسه في البنك 100 دينار شنو عملت لها البنك الترانسفورماسيون باش ولا تويتها تسلفت مثلا العمر معناتها بوخا ترانسفورماسيون تحت البنك شو الهدف فريمون ترانسفورماتور ترانسفورم usine البنك fabrique la marque il y a eu un coût il faut vendre plus شنو عمليه التحويل الموقع تاعي البنك باش وقع كل شيء 100 دينار تاع المال بدلتها بعد دون هذه ب 100 دينار كيفاش وقع ترانسفورماسيون راه جو جو دي فون با لانتيريس سي دو فوا دي مانيير دو مان اوبجيكتيف المثال ما خديته انا من عند عمر من عند خذيتها نجم نقول لي ديال دينار يا بنكاجي خليها عندك شهر بعد شهر نجي نفتحو فلوسي عمر يقول للناس اش لازم نحب نسلفها عام ما نسلفش على شهر ما نساعدنيش على شهر ما نساعدنيش دون سو كلام ما حتى مشكل ناخذ المية من عند اكس ونسلفها لعمر لمدة عام اش عملتها الكونسونسيون تاع شنو؟ اكزيشيونس من ان موا بدلتها شنو؟ ما واش يعمل بعد شهر يجي اي يعطيني اسم عرفت كم اكس بعيد يجي بعيد بعد شهر بعيد بعد شهر يجي يقول لك اعطيني 100 ديال ما رجعتش الشهر نمشي نتسلف ما رجعش نمشي نتسلف على سوبر مارشي باش نرجع ال 100 تاع عمر نتسلف لمده قداش كان لقيت لمده شهر لمده 9 شهور كاش شهور كاش شهور مين كان لقيت لمده شهر حتى مش متسلف عندك عمر في الاخر نتاع الشهر ما غاديش يجيني زاد شوف بابا الكريد عندك عمر شاك فوا وانا قاعد يتكلفنا حتى نوصل حتى نوصل
وهنيك علاش برشا ناس تدافع على التيلي تقول لك يقول لك الاخر قاعد يعمل تحويلات سي نورمال باش ياخذ هكا التكلفه هذيك اللي ترانسفورماسيون ديال الشمس سا 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 يقول لي اعطيني اتوفيكس ما اتوفيكس نتفاهم انه ايه لا لا متعه عام اتوفيكس 5% كل شهر عمر يقول لي لا تصرف من عندك اتو فاريابل اتوفيكس لا مش اتوفيكس نحب اتو فاريابل كانت هنا متلع صح عليك انت ما صح علي انا من حق هو خطر اللي يحب يتسلف ولا في فكره ترانسفورماسيون نتسلف اتوفيكس ونسلف اتو فاريابل وانا شكورها ريسك لان لو كان الانتري يهبط 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 مش مشكلة مشكلة يهبط لأن الدمام يهبط في الفيديو كو هذا يبقى فيكس معي أنا كمان ما يخسر كلنا كيس أنا شو فيك الترانسفورماسيون جو ترانسفورم لي شيانس جو ترانسفورم لو ريسك لو تو تقليدي 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 يبين تقليدي سان سوميس مازلنا في الاقتصاد تقليدي هذا الكل عمل هذا الكل بعد لازم نلقى لي مقابل لي في الاقتصاد الاسلامي راه اذا نقرا لي بدائل في الاقتصاد الاسلامي مش اشكالية اخرى تحت في البيزنس انا علاش مانيش نلقى عقد واحد راه مش نلقى عقود متعدده نلقى مضاربه نلقى مشاكل نلقى مرافع نلقى ايجار نلقى بيع سلام نلقى ما نناقش كونترا واحد بليز كونترا داكوغ ولكي تبادل مش نكون وسيط انا كيفاش باش نبيت المال بمال تقول لي زياده لا مش نعمل لا ترانسفورماسيون انا ترانسفورماسيون تاع ترانسفورماسيون على الاقل على الاقل تاع زي شيونس هذا ينجم هنا ينجم داخل مشروع كاستمين ينجم نقول لك فلوس عندك شهر وعمر حبيت يسلم على حبي يعمل مشروع على عام كيفاش نعمل لا كودو كيفاش تحضر ريميراسيون كيفاش يقع هذا هذا يكون لازم نلقى له حل لا كودو حاجه اخرى هو انه في بنوك اسلاميه شنو هو الوسيلة عند البنك المركزي؟ لأن في البنوك التقليدية في البنوك التقليدية الادخار ما يكفيش يمشي مش يتسلف عند البنك المركزي مش يتسلف عند البنك المركزي البنوك الإسلامية مش يتسلف مش يتسلف عند البنك المركزي ما يتسلفش عند البنك يجي الناس تحط عنده فلوسها والفلوس هذه يخدم بها دام إذا كان مش يرجع البنك المركزي في أي شكل يدخل معاه شريك بنك مركزي هذا كلام غير مشابه يدخل معاه شريك في مشروع لا كونوا متلاعبين في شريك أما تصوروا أنا استحقيت فلوس مش في البنك المركزي ما تصدقش في عيشي في البنك المركزي. معناتها هنا يسموا معناتها اللي خدم لها في البنوك التقليدية زعما النيفو الأول ما يكفيش نعطي النيفو الثاني. في البنوك الإسلامية لكن النيفو الأول ما يكفيش. مش تعدل النيفو الثاني لكن النيفو الثاني ما يسلفش ما يخش معاك شريك بنك سنترال. لكن شوف جو تروف هذا يسموه سي المارشي مونيتير الإسلامي ولا المارشي مونيتير. لكن لازم نوصل في الأخر وأنه لازم نلقى حاجه اللي نجم البنك المركزي يرتكز عليها باش يضغط على البنوك هذه السياسه النقديه مثلا في البنوك التقليديه اسهل سهله في البنوك الاسلاميه اصعب سي با خطر 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 الكونترا مش كيف الكونترا مش خصوصيه اخرى اما على الاقل نجم تقول هو انه في البنوك معناتها البنوك التقليديه هذايا نوع من عقد واحد نجم تقول عقد واحد معناتها على اليمين هذا معناتها جزء من عقود موجوده في البنوك الاسلاميه معناتها اذا كان هذايا او الحل هذا لي في البنوك الاسلاميه لازم نكون هذا العقد ثم نوع تاع عقود تشبه له واش هذا تشبه له بشرط لازم يبدل اي مشكل اما ثم عقود اخرى ما تشبهلوش معناتها هذا اذا كان هذا يمثل مثلا جو سي با 1% الاخرين بزاف تقريبا 2% هذه لازم تكون حاله من الحالات في البنوك الاسلاميه بشرط نوع تاع تغييرات مثلا باش نبين لك ان السياسه النقديه ولا الجهاز النقدي في الاقتصاد الاسلامي سي بلو كومبليكي هذا سي سامبل تاع التقليد سي واحد تقول معناتها سي كوم سي عندك على ليميت في الاقتصاد التقليد ما كاين عندك اون ماشين ظاهره تنجم تمشيها بسهوله كامله كيما قلت بصنع ولا سي فاسيل ا كوندوي تقول في الاقتصاد الاسلامي سي با سي لا ماشين لي كومبليكي هذيك علاش سي با ايفيدون الماشين خاصة السياسة النقدية مشيت على مستوى ناجح المارشي مونيتير مثلا مش ناجح معناتها النيفو الثاني سي فايدي النيفو الثاني هو النيفو هذا معناتها
كيفاش البنك المركزي اثر على السياسه العقديه ديال المارشي الوحيد اللي ما يزيدوا دروسها شويه معناها اللي طبقوها 100% وقال ما سامحش الاخرين كلهم ميكست مخلط والاكثريه التقليدي كيدومين ثم بنوك اسلاميه لكن ثم التقليدي كيدومين خذوا معناتها البنوك الاسلاميه في النيفو الاول واخا يستحق يمشي البنك المركزي ويدخل في معاملات ربويه معناتها خاطر سبي ليدر اللهم قال لك اللهم اذا كان عندي ريزيرف باش ما يرجعش البنك المركزي لكن هو مش يرجع البنك المركزي هو اوتوماتيكمون كان رجع البنك المركزي راه رجع في اوبراسيون دو فينونس وقالتو اسي ليدا اللهم اذا كان عنده ريزيرف تاكد واذا كان عنده ريزيرف سبب كثير عنده سوسيتي مال كبير تاكد مثلا كيما الزيتون راهي عندها مثلا في الكابيتال نتاعها عندها سوسيتي كي اريفا لي فينونسي سينو اذا كان رجع للبنك سنترال بور سو فينونسي راه وهنا ايش كي يطرح كيفاش باش نعمل كيفاش باش يمشي اقتصاد اسلامي في ان ايكونومي دوال فيها زوز فيها بنك كونفونسيونيل تقليدي وفيها بنوك اسلاميه وبنك سنترال ماهوش اسلامي تاكد ولا نمشي في اقتصاد اخر كله اسلامي واذا كان كله اسلامي كيفاش باش نحل المشكله تاع كومون البنك سنترال با كونترول دي بنك الوحيد البنك بعد بنك سنترال بعد السيستيم يوني كله مش ميكس مش دوال هو السودان وايران ماليزيا ماليزيا دول خلط ماليزيا سي ميكس الوحيده هي السودان وايران عندها بنك اللي البنك سنترال كل مع السيستم كله في الاساسيه الاسلامي معناتها هنا معناتها هنا مش نعمل معاملة سي فاي ليدا مش نعمل معناتها هذا وضعي ندخل السياسه النقديه في اقتصاد دوال مخلط فيه اسلامي وفيه تقليدي وبعد جو باس ان سيستم اسلاميك 100% كونف داكور دونك هنا نكمل هنا في التطبيقات البرمجه ديال التطبيقات كمل هذه مع بعض هنا في الاخر شنو عندي هنا خلاص اي ار اف قول بعد شنو عندي اللي فيها شنو إيسي بعد الإي بعد هاي شو قريبين اللي قريب هاي شنو أنا كنت إي إر إف إي سي إي إي قريب إن هاي اسم التي إن إف ديما تكرر هذه الكون تاع الماتير بروميير هذه سي الماتير بروميير هذه البري تاع البرودوي فينال هذا مزيد في القروض وفي الاستثمار ديما هذه الماتير بروميير هذه البرودوي فينال وهذه القروض اكثر مش ننتج اكثر دونك مش نولي نقرض اكثر مش نولي نستثمر اكثر قديش علاش العلاقه ما بين هذه وهذه او جينيرال سي تمشي اوتوماتيكمون هذا بالاخر ما نجمش بنك مركزي مثلا يهبط يغير في الدي ام ام ومعدل القروض ما يتبدلش مش ما يتبدل معناتها مثلا ما ثمش عمليه عصيان نجم تقول لاوامر البنك المركزي ما يقبل القروض لا ما تقعش تقع في حالات ديبوندون في الروسوس خاطر هما ما نجمش انا مش مرتبط به هو خاطر هو يبيع في المواد الاوليه ما نجمش اللهم ما نشكيش مواد اخرى ونستغنى عن البنك المركزي اوكي ما ثمش خاطر البنك المركزي هو عنده المونوبول هذا الشيء هو عنده لا بون دي بون عنده المونوبول السيستم ما ثمش بنك مركزي كان بنك مركزي واحد هو سينو علاش؟ علاش ما نخلقش برشا بنوك مركزيه؟ علاش ما نخلقش بياسة البنوك المركزية؟ علاش ما عنديش؟ في صورة خلق العديد من البنوك المركزية معناتها نفقد السيطرة على السياسة النقدية. سي نورمال شكون يكونترولي؟ نقول بعض هذا وسط هذا إذا كان فرق على ما عادش ينجم. ما عادش ينجم حتى شيء لأن ولد عندي إذا كان هذا البنك المركزي اتخذ قرار يقول له لا يمشي البنك الآخر اللي هو من عنده. وفي التالي ما عادش ينجم نرفع على السياسة النقدية. ولهذا علاش؟ لازم أنا معناتها هو لا بنك سنترال ا لو مونوبول دو لا ليكويديتي بون تفضل السؤال ممكن خاطر السؤال في السودان يا اخي
سمعت اللي نسبة التضخم فيها قريب 50%. كيفاش هي بنك مركزي إسلامي ونظام طبع؟ كيفاش يصير التضخم؟ بعد التضخم في بيئة هذا إسلامي هكا نعم. البنك المركزي قاعد يعمل فلوس اكثر من اكثر من لازم تي كميه الانتاج ولا تجي تقول انفلاسيون ما يجي بار لا دوموند مع الانفلاسيون بار ليكوم التكلفه نتاع الانتاج هي تزيد في نجم تكون نجم يكون مستورد اذا كان يستورد في الانفلاسيون امبورتي نجم تكون على ليميت العمله نتاعها هات لا بيسيسيون دو لا موني الانفلاسيون امبورتي لا يفو فوا في كيستيون جابونيز لا بار تاع الانفلاسيون امبورتي في كيستيون تاع الانفلاسيون كان عندي الانفلاسيون هي شوف شنو قداش البوا البا تاع الانفلاسيون بار ليكو التكلفه راهي سبب والبوا تاع الانفلاسيون بار لا دوموند ينجم يكون في الحاله هذه بس الانفلاسيون بار ليكو با انفلاسيون بار لا دوموند هذا المخرج مش كل انفلاسيون راه متسبب فيها لا بونك سنترال سي با سي با يعني مش كل التكلفه حتى الكام تاع تونس هاي صحيح الانفلاسيون كبيره برشا الانفلاسيون بور ليكو C'est un peu le monopolisme, c'est un peu d'autres facteurs. Mais là, il y a des études qui ont dit qu'il y a une partie de l'inflation tunisienne sur l'inflation importée. Le fait que le galet, le pétrole, ou le c'est normal. Mais نستعمل مواد باش نصنع في مستوى لكن التكلفه نتاعها زادت سي نورمال ما هذاك مش فارقه نفس المارج انا مش نسحب التوليد حتى لو كان ماهيش مش فينومين مونيتير كيفاش تنجم البنك سنترال تتدخل في كونتكست اسلامي باش تنجم تحارب مشكله التضخم كيفاش شنو الاليات اللي عندها مشكلة انا حتى اذا كان البنوك نوصل معاكم بعد باش نبين لكم انه اذا كان نعوض انا في البنوك التقليديه الاداريات الموجوده شنو؟ الاداريات الموجوده هي اي فهمين بلاتيريا في البنوك الاسلاميه حتى كان باش نعوض مش بلاتيريا باش نعوض مثلا ب العائد معناتها بارتاج كان مثلا مثلا مش نقسم معاه جزء من الارباح داكور مش باش يكون عنده نفس الفاعليه كيما بلاتيريا علاش؟ لان فهمني بالنسبه للبنوك الاسلاميه اذا كان هذا وضع فلوسه عندي نتفاهم معاه مثلا حتى في كونترا مشاركه ولا كونترا مباركه باش ياخذ جزء من الارباح 5% ولا 10% من الارباح تجي تقول لي وانه انا هذايا ناثر عليا او كيفاش تاثر عليا انت كبنك مركزي يقول كيفاش تاثر على نسبه الارباح الموجوده هنا ما بين هذايا انا فهمت معاه مثلا شايفين 5% و10% من الارباح كيفاش الاخر ينجم ياثر لان هذا كي كان فهمت معاه باش نعطيه مثلا 5% من الانتيري والاخر فهم معاه باش نسلك مثلا 10% لو جور هو انه نرجع لك قد الماتير بريمير نتاعي غلات سي نورمال مش نقول نغلي عليه ومش نقول ينقص الطلب بصح ثم في كونديكتور هذا يفهم معاه سور بارتاج تاع بينيفيس ديما يبقى ان يقول لي مشكلتي ديما البنوك الاسلاميه العلاقه ما بين البنوك التقليديه ما ثمش راسون ديبوندونس ماهوش اذا كان ما فهمش ابسونس دو راسون ديبوندونس دونك في الحاله هذه ما تنجمش تاثر عليه ولهذا الى حد الان انا ما عندوش وسائل ناجعه باش ياثر على التضخم في النظام الاقتصادي الاسلامي يعني ما عندي سياسه ناجحه تو دو بارتاج ماهوش ناجح نرجع للاكزومبل نتاعي ان يظهر والله اعلم جالس على سوتيل كاجر كل حتى ولو تكون تضخم جايه من اللي يكون ما دام وصل ل 50% ولا كثير البنك المركزي عاجز لان ما عندوش الادوات الناجعه باش يتعامل خاطر انسترومون ناجح اللي هي نسبه الفائده ما عندوش ودي ما ترجعهاش حكايه نسبه الفائده خاطر
تدخلش بالفايده معناتها انت تفيد ولا لا؟ لا يلزم ديما تلقى حاجه يلزم مش تلقى وسيله يجعل البنك المركزي ياثر على البنوك يلزم يجعل البنوك يلزم يرجعوا له اذا كان العلاقه هذه مش موجوده ما نجمش البنك المركزي ياثر ديما نقولها توا في الاقتصاد الاسلامي كيفاش البنك المركزي ينجم ياثر على البنوك يلزم يلقى علاقه لازم تكون ارتباط ما بينه وبين البنوك اللي حالة واحدة أن يظهر لي والله أعلم سلاسة ديسكوت ياخذ من زمن وأنه يلزم البنوك يدخل في سياسة تسمى إن كرياسيون دو موني. عشنو؟ بصح سلاسة ديسكوت عشنو؟ وأنه ندخل معاك أنت شريك لعقود مثلا حتى مشكل عنده 100 مليون نسلفها لعمر 100 مليون. لكن عمر حاجته 200 دونك 100 مليون موجودة 100 مليون أخرى مش موجودة لازم أوبليجي أنا في الحالة هذيك باش نمشي للبنك المركزي باش ناخذ من عندهم 100 مليون تبقى فيش كلام لا ال 100 مليون مش ناخذها من عند البنك المركزي البنك المركزي مش يعطيها لي بالمقابل كان رجع الناس للفايدة ونرجع قبل لا يلزم نحاول كيفاش نلقى عقد ما بين ان كونترا ما بيني انا ما بين البنك هذا البنك المركزي عقد كونترا مشابه للكونترا مرابحه لكن كورتي هذا مثال معناتها بعد اخر وانه نلقى وانه ندخل معاك يا نعطيك سلف 100 مليون بشرط تعطينا فيها من بالنسبه نتاع ارباح مثلا 10% في الشهر تعطيني معناتها هذا كي البنك المركزي باش يدخل الشريك مع البنك مع البنك في المشاريع هذيك إذا كان أنا البنك المركزي يحب يرفع شنو في الحالة هذيك؟ عشان 10% شنو؟ 20 30 40% في الحالة هذيك مش هنا المشكلة الإشكالية فيه كيفاش نلقى أن كونترا نتاع مشارك يشارك في الأرباح نتاع مدى قصير نتاع شهر نتاع جمعة هذا ديبريسون على كور تيري هنا ولا ندخل دون سيكالا ما عادش نسلف ندخل في ديبوزيتيو نتاع لون تيري موان تيري نسلف مثلا البنك المركزي يسلف على عام يسلف على هناك تقول لي اشغال الدوله معناتها البنك المركزي باش يدخل في عمليات تمويل مش انا تمويل نتاع بنوك دي كونترا نفس العمليه تاع لي كونترا موجوده كونترا صار سي مازال باي ليدا مازال نتعب ما كيفاش نعمل ان دي كونترا مشارك دي كونترا مغاربه لكن على مدى قصير وموجه في كالكوليني تو مان موجه في كالكوليني معناتها انا كيفاش معناتها انا متفائل في مولي بدا هذا مسلفني 100 مليون وسلفت العمر 100 مليون مشروع قلت لها مثلا في اخر العام انا وياه نتحاسب انا مش معك بالليست تاعو طول على اخر العام نتحاسب لكن هذا يدخل معايا فقط المشروع هذا زاد انا عمر 100 جاي معنا و100 جاي معنا هذا لكن هذا يدخل فلوس بعد شهر معناتها يخرج من المشروع بعد شهر يخرج ولا الحلول في الحالة هذيك إذا
نجم البنك المركزي يلعب على نسبة البايرن على اساس صوت الحاله هذه راح مش نعرف يعني يا سي سمير في بنوك هذا فقط كيما البنك السوداني تبع في ولا شيء يرفع الانفلاسيون في الحاله هذه اذا كان عنده رحمة الوسائل هذه باش ياثر على البنوك التجاريه باش نخلي انفلاسيون في بلد تستهلك معنى مش معنى معنى فرق استقصاد استقصاد ثاني مش 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 نقطة تو واحد مش يردون لا فرق تو تدرون مارا مش نقطة تدرون مارا على بعض المرات ينعم شو ينجم يدخل في مراحل ينجم يدخل في مشاهد ينجم يدخل في إيجار مش يردون لا حسب طريقة أكو هذا إيش طب بالنسبة هنا أنا عملنا بالنسبة للسياسة السياسة المادية هذه هنا سلا بنك سنترال هذا شوف يلا قاعد يدور في نسمة يأثر على السي يأثر على الإي، يأثر على الجريد، يأثر على إذا كان كمان قوي في الإي، إي هذا في الجي إم إس، هذا مكان سام، جي إم إس فاكتير، هذايا، بس، بس دو إي إر إف، أونتران إن بس دو إي سي، هناك بصمة دو إي، هناك بصمة دو إي إر إف، أونتران هناك بصمة دو إي سي، أونتران هناك إن بس دو وبالطريقة هذيك ينجم هذه معاود سوزون بلوا هنا سير شوف سير شوف هنا انفلاسيون هنا إذا كان نحب نعمل رولونس يسموها بوليتيك مونيتير اكسبونسيونيست ما عرفش سمعت السياسة النقدية توسعية وهنا رولونس هنا ريستريكتيف ريستريكسيون ريستريكتيف بوليتيك مونيتير تقشف ريستريكتيف هنا خاطر هنا عندي انفلاسيون هنا عندي انفلاسيون هنا عندي شوماج هنا عندي شوماج شوماج بوليتيك مونيتير اكسبونسيونيست بوليتيك مونيتير بوليتيك مونيتير ريستريكتيف هنا هنا الشوماج في الاكسبونسيونيست اللي لهم انا عندي يعني شوماج جروجا جروف ايكونومي انا بوليتيك مونيتير اكسبونسيونيست هنا طبعا الانفلاسيون هي النقص جو فري لا دوموند جو فري لا دوموند جو فري لا دوموند اخر سؤال اذا كان البنك المركزي بيشجع يحب يعمل رولونس كان بيسمع يتدخل في المارشي المونيتير عن طريق ضخ سيولة والبونكسيون يعني يحب يعمل رولونس على انفستيسمون يتدخل في السوق النقدية مارشي المونيتير ضخ سيولة والامتصاص سيولة ضخ سيولة وقت ما ضخ سيولة معناها شو باش يعمل هنا؟ باش يعمل مثلا 18 بلوف باش يعمل ضخ بتاع الماتير بريمير اللي عامل شو باش يعمل بالنسبة للبريم؟ فهمت ولا لا؟ هويك إذا كان أنت تحب تنقص تعمل نقص تحب تطلع في الأسعار شو تعمل؟ شو مش تعمل بالنسبة لنقطة كذا سعر فلوس؟ ولا تغالي في سوق الأوراق ولا تجيب دروس؟ إيش صحيح؟ شتير شريف شتوش شريف تاخد وقت تاخد يعلى ما عشنا من السوق لا يعلى السعر للسوق أنت خلنا نشوف تاخد ما عاد يز أنت يز متوفر لك عاد عندك حشتي شنو؟ سيول لا شريف يزم عنده اللوح وعنده شنو؟ فلوس فلوس لو بخ فلوس بتشتري
شنو يفو بنك كوم سنترال مين عملية الضخ شنو يعمل نقص من الدخ يعمل وقت يضخ سيولة شنو يخل وقت يضخ شنو يخل كونتروبارتي عاد هنا مش يسلف لكن الطريقة رأيك نشوفه أن وقت مش يسلف مش يخل بونت ريزل مش يخل السنادين يخل السنادين ويعمل ضخ قبل تويك العملية بونكسيون شو نعمل بونكسيون نرجع ناخذ ليفينيتي ونعطي كونتروبارتي شنو بونت ريزل دونك البنك في حاجة حاجة بونك سنترال يكون عنده بونت ريزل ويكون عنده ليفينيتي ضخ هنا كيف كيف نفس الواحد لازم نعوض في الاقتصاد الاسلامي لازم البونت ريزل نعوض حاجة اخرى هو هذا المقترح بتاع الصندوق يعني الصندوق البنك المركزي الصندوق لكن الاشكالية في الصندوق مازالت فيها الشبهات ثلاثة منهم الهيئات الشرعية بتاعها اللي هم الآن ترفض الصكوك لأن هي يعني بيع بيع هي أصل الصكوك مازالت قائمة على شبهات قائمة على الوعد المنزل كما حكيت بكثير الوعد المنزل معناها الضمان القيمة الإسمية معناتها ولا كعبارة على فوند الليزور معناتها كل الكتفاء لديشياوس يجب يلقى الفالير نومينال بتاعها روسي كونتراديكتوار مع الشريعة يجب يكون بالقيمة السوقية بتاعه مش بالقيمة الإسمية ولا هذا هو الإشكال والقيمة العائد عند الثبات العائد